صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا على الوطنيه الاولى مع اهلا تونس. موعد جديد يجمعنا بكم، يجمعنا بكل توينسا المقيمين خارج حدود ارض الوطن، اللي نحييهم مره اخرى ونحييو ايضا كل التوينسا اللي جاوا ما بيننا الايامات هذه لقضاء العطله بين الاهل والاحباب. ان شاء الله عطله طيبه، تستمتعوا بالبحر وبالضيافات مع الاهل والاحباب. الحصه مواصله اذا مع مجموعه من الفقرات، مجموعه من الضيوف. اليوم باش نحكيو على الكشافه التونسيه، ومباشره عبر تقنيه الزوم باش تكون معنا من مطار ماليزيا شابة تونسية باش نحكيو بعد معاها باش نحكيو على المؤتمر العالمي للكشافة. أيضا باش نحكيو على المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة. رئيس جمعية يوغورتا للإدماج المغاربي باش نحكيو معاه، وهو مقيم بفرنسا، باش نحكيو معاه على نشاط الجمعية. أيضا باش يكون عندنا حديث على المهرجان الدولي للمسرح الفن بالصحراء، المسرح المجال الدولي للمسرح في الصحراء. ومعنا كفاءة تونسية مقيمة بألمانيا، سي شكري شريف هو موجود ما بيننا وبعد في كل انطلاق معاه. أيضا اليوم مش عنا لقاء عن طريق الهاتف باش نحكيه على سفارتنا بالكويت وسعادة سفير تونس بالكويت باش يكون معنا عن طريق الهاتف باش نحكيه على نشاط السفارة بالكويت، وقنصل تونس بمارسيليا أيضا باش يكون معنا عن طريق الهاتف باش نحكيه على النشاط. هذا تقريبا فكرة على حصتنا اليوم، وباش نحاولوا ننطلقوا اليوم كما قلت مع شابة تونسية ومن مطار ماليزيا هي موجودة، وعبر تقنية الزوم باش نبداو معها. أمل ريدين هي موجودة الآن بمطار ماليزيا. ألو، صباح الخير أمل. عسلامة، صباح النور. صباح النور أمل، شو أحوالك؟ لاباس الحمد لله، عايشه. دونك امل انت قائده بالكشافه التونسيه وتتراس المؤتمر العالمي للكشافه. بالضبط، دونك قايده امل زيدان، قايده بالكشافه التونسيه تحديدا قسم المرشدات اللي نتصور يمكن برشا فيكم سمعوا عليها برشا مؤخرا بالجمبوري الدولي اللي حكينا عليه ياسر حتى حداكم هوني. ما بالاضافه الى ذلك حاليا قاعده نحضر دوري كرئيسه المؤتمر العالمي للكشافه، دونك هذا المؤتمر الثالث والاربعين واللي ان شاء الله باش يكون الشهر الجاي بين 17 و20 اود في القاهرة في مصر إن شاء الله. حدث مهم برشا، وكذلك الشيء المهم أيضا هو كونك أول مرة تونسية تشارك في المؤتمر هذا. مش نشارك أكيد، كفاءتنا موجودين، لكن أيه أول تونسية نترأس المؤتمر هذا. كان عندنا قياداتنا أكيد موجودين سابقا في صلب قيادة هذا المؤتمر، لكن يحصل يكون الشرف أن يكون أول قائدة تونسية باش نترأس المؤتمر العالمي للكشافة. داكود دوبي امل، اعطينا شويه الفكره على المشاركه التونسيه، اهميه هذا المؤتمر ساعه بدرجه اولى، شنو اهميته بالنسبه للكشافه التونسيه، وكيفاش بتكون مشاركه الكشافه التونسيه في المؤتمر هذا؟ اكيد، دونك المؤتمر هذا هو انا على سلطه في الكشافه اللي يتم فيها، معناها يجتمعوا فيها 176 جمعيه وطنيه من كافه القارات العالم، واللي يكون فرصه انه نجتمعوا مع بعضنا نحكيوا على حاجة تهمنا الكل كجمعية كشفية وطنية فيما يخص الرؤية، فيما يخص توجه المنظمة، فيما يخص كل حاجة تتعلق بجمعيتنا الوطنية على الصعيد العالمي لكن في صعيد الأقاليم، وفرصة باش نجي مع بعضنا، خاصة إنه هذا أول مرة بعد 7 سنوات ينتظم المؤتمر حضوريا، بما إنه المؤتمر اللي فات نظرا لما نعرفوا الكوفيد خلينا نعمل المؤتمر هذايا افتراضيا، فهذه فرصة باش نتلموا مرة أخرى. الفيلم والإطار الحدث هذايا في الموضوع اللي اخترناه للمؤتمر هذايا هو نيو ادفنتشر أو مغامرة جديدة، دونك عندنا برشا حاجات جديدة باش نحكيو عليهم كيما الرؤية الجديدة اللي باش نبداوها، فاحنا قاعدين نفكروا كمنظمة عالمية للحركة التشفية أو نتوسطوا الرؤية 2023 ونتفقوا في رؤية جديدة. كيف التظاهرة هذه قاعدة تاخذ في صبغة جديدة، بما أنه كنا نعمل منتدى العالمي للشباب الكشفي ومن ثم المؤتمر، توا تم دمج الحدثين ومع التأكد والحرص أنه يكون للشباب دور وكلمة وفاعل في المؤتمر كجميع المشاركين. عندنا كثير العدد المستجدات اللي قاعدين نحضروا لها باش نحتفلوا بها
طبعاً كجمعية وطنية والأكيد للعالم اليوم يراك برشا مستجدات. فهذا الموضوع اللي اخترناه للمؤتمر. الكشفة التونسية أكيد باش تكون ممثلة في عدة في حلا ولا في حضور كمشاركين كصفتي أنا كرئيس المؤتمر، كعن القائد مهدي بن خليل اللي هو عضو اللجنة التشريعية العالمية، كمتطوعين موجودين. إن شاء الله الكشفة التونسية الباحثة حاضرة والباحثة كيف تضم معناها تنوع الأجيال في الباحثة بتاعنا. عندنا 9 و10 مشاركين في الباحثة اللي كيف قاعدين يحضروا لمحتوى هذا المؤتمر، وخاصة انه يصير في الإقليم العربي فهذا يعزز أكثر وجودنا واهتمامنا بكل ما هو كل ما بيناقش في المؤتمر، وإن شاء الله مشاركة مثمرة للكشفة التونسية وبقية الجمعيات الكشفية الوطنية. ان شاء الله. امل قولي تو انت طالبه تونسيه مقيمه ببريطانيا هكا ولا حاليا؟ اي شو تعمل في ماليزيا؟ كيفاش معناتها هذا؟ دونك كيما قلت انت انا طالبه تونسيه، كنت نخدم في تونس لكن حصلت على منحه ونقرا في بريطانيا في الثانيه المستديمه، وحاليا في ماليزيا بما انه المقر المنظمه العالميه للحركه الكشفيه موجود لنا. فالاسبوع هذا كان عنا اسبوع تحضيري ليا انا كرئيس المؤتمر وللزوز نواب نواب الرئيسه. عندي زميلي ادغار من كينيا وزميلي مادو من الهند، ونحن ثلاثه دورنا باش نتمثل في قيده المؤتمر. فكان هذه فرصه باش انه تلاقينا مع زملائنا اللي يشتغلوا في المكتب العالمي، نحضروا لكل مستجدات المؤتمر، السيناريو، التحضير، ارائنا في الحاجات هذه باش نكونوا على اهبه الاستعداد للمؤتمر هذا واللي هو يمثل حدث كبير لكل الجمعيات الوطنيه. وكما قلت لك خاصه بعد 7 سنين ما كانش حضوري، فالناس الكل ولا المتطوعين والمشاركين كشفت العالم الكل مش كان كشفه تونسيه يتحضروا له، واحنا نحب نكونوا في المستوى وان شاء الله يكون عند الانتظار الجميع. ان شاء الله يا ربي. اذا ذكرنا الموعد ان شاء الله باش يكون هو في شهر اوت، عاود ذكرنا بالموعد بالضبط. بالضبط من 17 ل 24 من 17 ل 24، مازال لنا اقل من شهر، مازال اقل من شهر. وكيف في صفحات المنظمه العالميه للحركه الكشفيه الجلسات العامه اللي تكون معناها بيبليك والى عموميه تكون موجوده في صفحات التواصل الاجتماعي. دونك اللي يحب يعرف اكثر، اللي يحب يرى، اللي يستحش الكشفه، ولا اللي عنده حبة اطلاع لكن مازال ما تلقوش الفرصة باش يحضر المؤتمر هذايا كيف، فالمحتوى موجود فتنجموا تتابعوه فيسبوك، انستغرام، لينكدين، تيك توك، تويتر، هذا فكل شيء موجود. إذا وشكرا لك أمل، يعطيك الصحة على المعلومات هذه الكل، إن شاء الله ربي يوفقك ونوجه لك الدعوة كي تبدا في تونس تعدى بحذانا، تجي بحذانا البرنامج نزيدو نحكيو على نشاطك. شكرا لك، وانت يعني كشابة تونسية تشرف الشباب التونسي، واكيد المشاركة هذه مهمة برشا كشابة ومهمة برشا ايضا لتونس المؤتمر هذا. شكرا لك، ميرسي امل. كان هذا إذا حديثنا عبر تقنية الزوم، وإن شاء الله نوليو نعتمدوا التقنية هذه. شكرا للزملاء اللي مكنونا باش يعني نقوموا بالتجربة هذه أول مرة يمكن في البرنامج، لكن إن شاء الله في مناسبات أخرى يولي عنا لقاءات عبر تقنية الزوم اللي نصور باش تفتح لنا آفاق أخرى حتى نتواصل أكثر مع جاليتنا بالخارج. باهي، ضيفنا اللي رحب به ونعاود نرحب به مرة أخرى سي شكري الشريف، تونسي مقيم بألمانيا. صباح الخير سي شكري. صباح الخير، مرحبا بك. أنا قلت ألمانيا، وين بالضبط في ألمانيا؟ أنا بديت دريسن قريبة معنا من برلين، معنا تقريبا 150 كيلومتر. باش نمشيو نسمعوا ساعة نغم رؤوف ماهر ومن بعد ننطلقوا في الحديث معك. يلا ومواصلين مرة أخرى. نحييك سي شكري الشريف، مرحبا بك مرة أخرى. دونك كفاءة تونسية مقيم بألمانيا، كي نحكي أنت أستاذ جامعي بالأساس وباحث في العلوم التطبيقية ومستشار في وزارة الاقتصاد الألمانية. صحيح، هذا تقريبا بالضبط. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، مش أول مرة معنا. لا أنا جيت بعض الأحيان وأنا فرحان ديما كي جي تونس، وبصراحة معناها تونس من احسن بلدان العالم. طبعا انا عندي توكيل اكثر تقريبا 40 سنه في المانيا، وكيف مشيت عمري 19 ديما تبقى تونس هي معناها في القلب، معناها طبعا من احسن البلدان
ويصر لي كثير وانا نجي ومعناها طبعا باش يعطي اكثر معلومات وان شاء الله نفيدوا ان شاء الله. تو قلت لي مشيت لالمانيا عمرك 19 سنه. كان نرجع بيك توا للفتره هذيك، كان اختيار منك السفر لالمانيا باش تكمل دراستك؟ كيفاش كانت معناتها من الاول التجربه؟ التجربه من الاول معناها 1985 وقمت بالبكالوريا بتاعي ونجحت بامتياز اللي خولتني باش نتحصل على المنحه من الدولة التونسية باش معناتها تونس بعثتك باش كمل تقرا. بالضبط، انا معناها تونس وبيان سور معناها شكرا لبلادنا تونس وهي معناها وصلتنا وكل شيء، ولذلك معناها ماذا بينا نرجعوا معناها اقل شيء بالنسبه لبلادنا. بمرور الوقت معناها تو كان 39 سنه طبعا كان قداش من عام توا؟ 39 سنه معناها. تبارك الله 39 سنه. عمر فهمني عمر فهمني. اي ولكن الاتصال بتونس ديما معناها موجود. كل سنه نرجع خاصه في الصيف نقضي 4 اسابيع. والوقت ذاك بيان سور تمتعب معناها بخيرات بلادنا معناها بصراحه مش موجود الشيء هذا في المانيا، وطبعا معناها مناسبه باش نقابلوا العائله والاصحاب وكل شيء. خلينا نحكي شويه على الاختصاص نتاعك، انت كاستاذ جامعي في العلوم التطبيقيه هكا الاختصاص نتاعك، نحكي شويه على الاختصاص هذا اللي قاعد من عام لعام تطور فيه من خلال تجارب من خلال بحوث سنوات توا نحكيو على قلت لي 39 سنة. نحكي شوية على وين وصلت في تجاربك، وين وصلت في البحوث متاعك في هذا المجال. أنا الدراسة لما خلصت الدراسة بتاعي عام 92 تحصلت على جائزة رئيس تونس مع البري بريزيدونسيال اللي خولتني باش نكمل الدكتوراه، وعملت معناها الهندسة الميكانيكية وقمت معناها بإجازة ثانية في الهندسة الاقتصادية، وبعدين أخذت الأستاذية في جامعة آخن ومشيت بعدين الشركة معناها ألمانية سويسرية في ميدان معناها الماكينات في النسيج على المستوى العالمي، وهذا خولتني باش معناها اللي تعلمناه في الجامعة باش يصير تطبيقيا. وفي الأخير معناها قررت باش نمشي لجامعة دريسن، معناها جامعة دريسن هذا أول على مدى الحياة درجة أولى، وفي نفس الوقت رئيس مركز على المستوى العالمي. عندنا الصور هذه منين وين بالضبط هذه الصور هذه؟ هذه معناها لما تحصلت على جائزة رئيس الدولة الألمانية بالنسبة للاكتشافات الكبرى والمستقبلية. هذه سنة 2016. جات وقتها الدوتش فيلا. التلفزة الألمانية. التلفزة الألمانية وقامت معناها بحوار وعملوا معناها حبوا يعرفوا اكثر معناها شنو هما الاكتشافات، وهذا معناها التلفزه الالمانيه تلفزه سي دي اف، هذا معناها وقت باش يصير القرار شكون تحصل على الجائزه الاولى. وطبعا معناها في الاخير كانوا ثلاثه معناها تيمز، كانت شركه بي ام دبليو في وشركه مرسيدس ومعناها التيم بتاعي انا. وبحسن الحظ وانا تحصلت معناها على الجائزه هذه، معناها هذه بالنسبه لتكنولوجيا جديده معناها صارت ثوره معناها في الهندسه المدنيه، وانه ممكن نقصوا في المواد المستعمله على الاقل ب 80%، وهذه خولتني بعدين باش تحصل على جائزه على المستوى العالمي. معناها يتقدموا تقريبا 2000 حتى 2500 واحد، ومده طويله معناها تدوم تقريبا سنه ونص، وفي الاخير معناها تحصلنا على جائزه على المستوى العالمي. هذا رئيس دوله البانيا جاوك، وفي اللحظه هذه بالضبط عرفنا معناها شكون تحصل على الجائزه الاولى اللي هي معناها تقول كيف الكورونا اللي بايوتيش معناها تحصل عليها، وسنه قبلها تحصلت انا على الجائزه هذه. الجائزه هذه عام قديش كانت بالضبط؟ هذه عام 2006. هذه 2006 اي 2016 سامحني 2016 اي هذا وقت انت باش تحصل على الجائزه الاولى معناها المانيا بالنسبه لي. اي هذا مهم جدا في مسيرتك نتصور. أي طبعا هذه خطوه هامه، هذه يمكن الخطوه اللي فتحت لك مجال اخر، فتحتك باش تواصل في بحوثك، فسحت لك المجال باش تطور اكثر في العمل نتاعك على نطاق اوسع نتصور. فعلا معناها تنجم تقول معناها وانه معناها خولت لي باش نتعامل من اكبر الشركات في العالم، منهم مرسيدس وبي ام وحتى في اليابان في امريكا، لذا معناها على المستوى العالمي والحمد لله عندي معناها شبكه كبيره جدا. وبكل صراحه معناها فيه برشا معناها استدعاءات باش نجي ونقوم معناها نحضر في ندوات وباش نعطي معناها ستيتمنت معناها شنو من التكنولوجيات المستقبليه، وهذه طبعا معناها انا نخدم مستشار معناها عند وزاره الاقتصاد الالمانيه،
واحنا الاعمال نتاعنا تقوم معناها 2040 و2050 معناها شنو هو الطريق اللازم باش نعبروا به، وهذاك مهم جدا باش نعملوا اتجاهات في الاكتشافات المستقبليه. اي بي. انت قلت لي رغم السنوات الغربه 39 سنة، أما العلاقة بتونس ما انقطعتش. يظهر لي العلاقة هذه مش فقط للزيارة في الصيف وكهو، حتى على المستوى العملي، على مستوى الخبرة، تحاولش توصل الخبرة متاعك، تواصل يعني في المجال العمل، في مجال الاختصاص متاعك من في تونس يعني. هو العمل متاعي أنا في ألمانيا تجب تقول يطلب مني تقريبا 16 ساعة، وفي بعض الأحيان معنا 18 ساعة، وتنجم تقول 7 أيام في الأسبوع. معناها ما نتحكموش في الوقت بتاعنا، لكن معناها هذا واجب. ورغم ذلك ما ننسوش بلادنا وفيه برشا إمكانيات، وما ثماش كان شكر شريف معناها في ألمانيا. أنا تعرفت معناها أكيد فما العديد برشا كفاءات، ما شاء الله معناها فما حاجة تشرف برشا، وعندهم معناها كما تقول ديزيكسبيريونس معناها مهمة برشا وشبكات، وإن شاء الله ما نجي نهار معناها لموا هذه الكفاءات التونسيه. هو فما قريبا فما الندوه نتاع الكفاءات التونسيه، وزاره الخارجيه مع تونس. اي فرصه هذيك زاده باش تتلقاو فيها طبعا معناها لازمنا ننظموا رؤى بعضنا. تكون موجود فيها ان شاء الله انت؟ اي انا معناها مسؤول معناها على الاكتشافات، وكيف معناها واحد يفعل الاكتشافات باش ندخلوا معناها في تشييد معناها الشركات في تونس وكل شيء، وكيفاش معناها نستغلوا معناها الامكانيات بالخارج. اي هذا هو. قلت لي زي براءة الاختراع. نعم. نحكيو شوية في الموضوع هذا. نعم. براءة الاختراع معناها تقريبا حاليا عندنا 310 براءة اختراع مع في جميع الميادين. أنا معناها نشتغل في ميدان الشبكات النسيجية، وهذا مثلا في البدن نتاعنا، وكلهم معناها كما تقول دي موسكل، وكلهم معناها ألياف اللي هو مقول بالخيوط هذاك. والالياف هذه الخيوط معناها موجوده معناها في جميع الميادين. مثلا في الطب موجوده معناها في المواد الخفيفه اللي تستعمل اليوم في الطيران وفي الشركات معناها خاصه في السيارات الحديثه معناها الالكتروموبيليتي، وفي نفس الوقت معناها موجوده في الاركتكتشر معناها العديد من المواد. وهذه خولتني معناها باش نقوم معناها تقريبا حاليا 310 براءه اختراع على المستوى العالمي، طبعا مش ألماني برك، على المستوى العالمي. بارك الله بي. فما العديد من الجوائز الأخرى. نعم. ممكن نحكيوا على البعض منها. نعرف عندك خذيت برشا جوائز في برشا مناسبات. نعم. وهذا تتويج ليك وتتويج لبلادك يعني في نهاية الأمر. نعم. حاليا ما تحصلت على 123 جائزة. 123 جائزة. 123 جائزة منهم جائزة السيد الرئيس قبل في عام 1993. تحصلت على الوسام التونسي معناها السيد القيس الباجي السبسي. في عام 2017 تحصلت على جائزة رئيس ألمانيا. والعديد من الجوائز في أمريكا في كافة العالم. كافة أنحاء العالم. بي سي شكري، توا كي تبارك الله نرجع للمسيرة متاعك، مسيرة ثرية مهمة برشا. كيف تشوف المستقبل الآن بالنسبة ليك؟ معناتها واحد كي يخلط المستوى معين، شنو كيفاش يشوف اللي قادم؟ معناتها مازالت فما مراحل أخرى تطمح لها؟ مازال فما كيفاش تراها يعني الفترة القادمة بالنسبة ليك بعد هذا النضج، بعد نجم نقول اكتمال التجربة ولا؟ صحيح معناها النضج، ولكن حاجة معناها اللي متأكد منها ثم دائما النمو متواصل، وفيه معناها العديد من الأشياء اللي باش تواجهنا معناها في المستقبل انه كل شيء. ولذا نظرة العالم هو انه يحاول يواجه التشالنجز هذا معناها في المستقبل ويقوم بحلول. ولذا معناها دائما بالنسبه للعالم مهم جدا وانه يكون متفائل. معناها ما يشوفش معناها المساله ايجابيه، نجم نقول هذا معناها الشغل اللي لازم نبادروا به، ولازم معناها نعالجوا المشاكل قبل ما تصير. ورغم هذاك معناها تصير معناها اشياء اللي معناها ما تصيرش في الحسبان، ولكن عندنا الامكانيه وانه باش نجد حدود لهذايا. يعني واحد لازم يكون ديما متحضر، ديما مواكب، ديما معلوماته محينه باش ينجم يكون في المستوى يعني هو الشغل هذا معناها وصلته. طبعا معناها انا عندي معناها مركز بحوث على المستوى العالمي، وعندي اكثر من 100 عالم، وعندي اكثر من 200 تقني. تنجم تقول حتى في بعض الاحيان في النوم ساعات يتذكر حاجه ويخمم فيها،
يقوم يكتبها وبعدين يكمل يرقد كل شيء. معناها سي شكري توا حسب ما فهمت من كلامك الخدمة هي الأولوية، العمل والبحوث واللي هي في الأولوية الأولى يعني ماخذت لك أكثر وقتك، والعائلة هوني وكيفاش معناتها هم في الحياة هذا ثم ثلاثة حاجات معناها مهمة جدا باش يكون نجاح، وإذا تنقص فيهم حاجة تنجم تقول معناها تبقى حاجة ناقصة. وحتى في البحوث الدعثة معناها عندك العائلة عندك الصحة والشغل، فهمني؟ إذا واحدة بركة تنقص فيهم، إذا كان الصحة مش موجودة ما عادش نجم معناها تقوم بالشغل، وطبعا معناها ثم تقصير معناها العائلة وكل شيء. لذا في الحاجة هذه معناها مهم جدا، وأنك تجد حل كيفاش معناها ترضي العائلة، وهذا مهم برشا، وخاصة التوعية معناها بيشوفوا من المسألة. وطبعا معناها زوجتي والصغاري معناها يعاونوني على الشيء هذا. زوجتك تونسية ولا تونسية؟ تونسية. نعم. وأولادك بيان سور هما يعيشوا معاك في ألمانيا، شنو يعملوا الأولاد؟ مازالوا يقراوا شنو؟ معناها بنتي حاليا معناها مسؤولة في ميدان ماركتينغ، ابني معناها باش يمشي قطر باش يقوم معنا بالطيران، معنا يحب يولي بيلوت. وبنتي معناها تولي تعمل ميديسين. ربي يفضلهم لك، ربي يفضلهم لك. وتوا في العطلة وين؟ في تونس؟ كيفاش العطلة؟ كيفاش تقضيها العطلة مع العائلة؟ قديش تقعد في تونس؟ نقضيها وأنا طبعا العائلة خاصة مع الوالد بتاعي والبنات أخواتي وعندي صحابي، وطبعا واحد يثنى بشي. وين في تونس بالضبط؟ انا معناها اصيل سيدي برويس، وبعض مش الحمامات عندي منزل هناك مات، وثم حاجه اخرى هذه الندوه اللي باش تصير في اول اوت طبعا يلزمها تحضيرات، يلزمها تخصيص وقت. كيفاش باش تكون المشاركه نتاعك؟ معناتها انت تم دعوتك للمشاركه؟ انا تم دعوتي معناها صعد السفير معناها في المانيا. شكرا معناها لي، نوجه له الشكر معناها ليه بينا بصفه معناها متواصله، فهمني سي واصل. ونفس الشيء معناها القنصله العامه معناها صار اتصال ومع التنسيق مع وزاره الخارجيه، وباش تكون مسؤول على الورشه اللي هي معناها كيفاش نستفاد معناها من الاختراعات في الميادين الجديده. الاستفاده من الاختراعات في الميادين كيفاش معناها نجسدوها باش تولي معناها قوموا بشركات وتفيد خاصه الشركات التونسيه. اي هذا هو. باهي انا حبيت نختم معك لو كان تسمح سي شكري، شنو تنجم تقول توا للشباب اللي هكا بداوا في مغامرتهم في المجال نتاعك ولا في مجالات اخرى، اللي بداوا تجربتهم الاولى بالخارج، شنو تقول لهم؟ تغيرت الامور الان، شنو القواعد الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون متوفره باش واحد ينجم يمشي في ثنيه صحيحه، باش واحد ينجم ينجح؟ باش ينجح أول حاجة معناها ممكن مهمة جدا، وأنه معناها في تبدأ في الدراسة الاحترام للمعلم، هذا مهم جدا. حسب ما تبعت شوية كل شيء ثم تقصير مع المعلمين، وثم معناها عديد من المشاكل، وطبعا ما نقولوش كان المعلمين معناها هم اللي هما مظلومين وكل شيء، ولكن معناها مهم جدا، وأنا مش شبه المعلم باش يبذل المجهود بتاعه. أنا من أصيل السيد برويس، معناها الإمكانيات كانت صعبة جدا، لكن الثبوت في العمل والواحد يدرس ويحط حاجه في قلبه يوصل بالقدره يوصل. ولذا معناها نتوجه به، خاصه حتى في المانيا يقولوا معناها ثم عنصريه، ويمكن معناها بالنسبه لواحد اجنبي ما عندوش حتى اي امكانيه. انا ناكد لك عندنا العديد من التوانسه في المانيا اللي تبوؤوا مناصب معناها مهمه جدا. المهم هو انه الديسبلين، الشغل، الثقة، تعرف كيفاش تفرض روحك وتعرف كيفاش تفرض نفسك، ولكن الثقة والشغل وكل شيء، وهذا معناه مهم جدا. هذا هو. شكرا لك سي شكري شريف، صحة اللي كنت بحضينا. قداش تقعد في تونس توا؟ أربع أسابيع. أربع باهين واحد يرتاح، باهين واحد يرتاح شوية، يتفرهد فرصة هكا باش يبعد شوية على ضغوطات العمل ويلقى روحه بين العائلة وفعلا هذاك مهم جدا معناها باش واحد يرتاح أربع أسابيع ويبعد خاصة على الشغل، وهذاك معناها يخليك وانك باش تجيك انرجي جديده باش تواصل. ان شاء الله ربي يوفقك. شكرا لك، وانت من الكفاءات التونسيه اللي نعتز بها. عندنا برشا كفاءات تونسيه كما قلت انت في المانيا وفي مختلف انحاء العالم موجودين، واحنا هكا ماذا بينا بطبيعه تكون عندهم ديما نظره على تونس ويجيو للبلاد ونستفادوا من خبراتهم، لانه مهم جدا كونه رغم الغربه تقعد ديما الانطلاقه الاولى وتونس هي في المقام الاول. صحيح. شكرا لك، يعطيك الصحة. باش نمشيو توا الأخبار متفرقة مع نورس.
اجتمع وصف شيحة سفير تونس ببرلين مع المدير الجديد للتعاون مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالهيئة الفيدرالية الألمانية للتبادل الجامعي والعلمي، وتناول هذا اللقاء وضعية الطلبة التونسيين المتمتعين بمنحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لقاء عمل تم يوم 11 جويلية 2024 جمع عبد الكريم هرمي سفير تونس بالمجر مع مدير الشؤون الخارجية بالجامعة المجرية، تم خلالها تداول بشأن تعزيز التعاون الجامعي بين تونس والمجر في إطار تعزيز التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين بتركيا وتكريسا للدبلوماسية الاقتصادية. استقبل أحمد بالصغير سفير تونس المعتمد لدى تركيا يوم 10 جويلية 2024 بمقر السفارة السيد صبوحي عطار رئيس جمعية التعاون المشترك التركي العربي والقنصل الشرفي لتونس بمدينة أزمير، وكان اللقاء مناسبة لمواصلة التباحث والتنسيق بخصوص مشاركة البلدين في التظاهرات الاقتصادية المزمع تنظيمها في البلدين وفي مقدمتها المعرض الثاني للسياحة العلاجية باسطنبول. أدى رشيد السعيداني سفير تونس بالسنغال يوم 17 جويلية زيارة لدار النشر السنغالية، وذلك لتعزيز الشراكة مع دار اليمامة التونسية المتخصصة في النشر والتوزيع، وكانت الزيارة مناسبة لدراسة آفاق تطوير هذه الشراكة بما يدعم حضور المؤسسة التونسية في السنغال وإفريقيا. في إطار مزيد استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، استقبل أحمد بصغير سفير تونس بتركيا عددا من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات التركية المختصة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على مواصلة التنسيق بهدف الترتيب لزيارة عمل لرجال الأعمال الأتراك للتعرف على مشاريع الطاقات بتونس. بمبادرة من سفارة تونسية باليابان، تم توفير جناح عرض لثلاث شركات تونسية تعمل في قطاع الأغذية في اليابان في الحدث الاقتصادي السنوي الغذاء الصحي في اليابان، وعرضت الشركات التونسية مجموعة متنوعة من المنتجات المستوردة مثل زيت الزيتون والتمور والعسل والهريسة. شاركت الشابة التونسية سارة الحشيني في الدورة الثامنة لتظاهرة أنموذج الأمم المتحدة لآسيا اكتشاف علاقات التنمية بين العولمة والمحلي، وتهدف هذه التظاهرة إلى تشبيك الطاقات الشبابية الرائدة في مختلف دول العالم. بمناسبة مشاركة تونس ضيف الشرف في مهرجان بلغراد للفسيفساء في دورتها الرابعة، حضرت إيميل العجيلي العميري سفيرة الجمهورية التونسية لدى بلغراد حفل في دار التراث ببلغراد، وكان هذا الحدث فرصة لجمع بين أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلغراد والفنانين الصرب وأصدقاء تونس ليشاركونهم في تاريخ تونس وثقافة الفسيفساء التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1200 قبل الميلاد. هذه أخبار متفرقة للتونسيين المقيمين بالخارج، ومواصلين معكم ورحب ساعة قبل بضيفي سي مقداد إسعاد رئيس جمعية يوغورتا للاندماج المغاربي. صباح النور. صباح مرحبا خير. بك سي مقداد. أهلا بكم. مرحبا بك. وبضيوفكم. باش نحكيو على الجمعية وباش نحكيو على نشاطها اللي باش يكون من 3 أوت إن شاء الله، لكن قبل هذا عنا مكالمة هاتفية مع سعادة سفير تونس بالكويت بعد قليل باش ناخذوا المكالمه الهاتفيه كي تحضر ننطلقوا مع المكالمه. باهي سي مقداد، نبداو بالحديث على الجمعيه، ماذا بالك كان تعرفني بجمعيه يوغورتا للاندماج المغاربي، وقتاش انطلقت الجمعيه هذه، شنو اهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافه في هذه المناسبه السياحية الجميلة جدا، ونحن في نشاط سياحي بامتياز نظرا أنه نحن على الحدود ويمر علينا الخزان الأول من السياحة التونسية هو الجزائر، يمر عبر الحدود حيث يكون هذا النشاط، بالتالي التوقيت مهم جدا ومفكر فيه لهذا الغرض. الجمعية يوغورتا الاندماج المغاربي، أنا تونسي من الكاف من قلعة سنان من حدود، وأفتخر أن أكون على من سفح مائدة يوغورتا الشهيرة التي سنتحدث عنها كثيرا، وهي معلم كبير قدمناه للتصنيف في 2017 وسنأتي على ذلك. كنت في فرنسا إلى حد 2004. كنت مقيم في فرنسا؟ نعم أنا مقيم في فرنسا من قديم، وما زلت مقيم في فرنسا، وأخذت الجنسية الجزائرية لأنه أرسلت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأنا شاب للدراسة في الجزائر.
الهندسة الإلكترونية في الجزائر. ونحيي أشقائنا الجزائريين طبعا والجزائر وهي الحقيقة قصة شهيقة جدا. أنت تونسي جزائري بعد الاثنين. تونسي من ولاد بوغالم على الحدود الجزائرية التونسية مقابل تبسة وسقهراس. نحن في ولاية الكاف عندنا اثنين معابر حدودية مع وولايتين سقهراس وتبسة، ولذلك كان هذا الفضاء تونس الكاف سقهراس تبسة أحلم أن يكون يوما ما انطلاقا لوحدة للمنطقة. 2014 الجمعيات باش نرجع لك للجمعية. نعم. عنا مكالمة خاطر ناخذوها ومن بعد نواصلوا معك. نعم. يعني معنا سعادة سفير تونس بالكويت سي محمد كريم بوديلي. صباح النور. صباح الخير سيدتي الكريمة. يعيشك مرحبا بك سعادة السفير. يعيشك تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يعيشك وتحية الكل. احنا نوصلوها لكل التوينسة المقيمين بالكويت وعلى التوينسة وعلى جاليتنا التونسية المقيمة بالكويت احنا باش نحكيوا عليها. وماذا بيا لو كان ممكن هكا نحكي وتعطينا فكرة على أخبار الجالية التونسية على جاليتنا المقيمة بالكويت. خلنا نعرفوا هكا تقريبا قداش عنا توينسة مقيمين بالكويت، فنا اختصاصات نفهموا شوية هكا. بالطبع سيدتي الكريمة شكرا على الدعوة تحت الفرصة. طبعا الجالية التونسية بالكويت تعد تقريبا 6500 مواطن. هي جالية عريقة حقيقة، عندها جزء منها يعود تواجده بالكويت إلى 40 سنة خلت. يعني نحب بالنسبة هذه نثمن الصورة الإيجابية اللي تبصها هذه الجالية، صورة تونس بالسمعة الطيبة اللي يتمتع بها بالكويت وإسهامهم حقيقة على امتداد عقود في المجهود التنموي ببلد الاعتماد. كما قلت الجالية تعد 6500 موزعين على عدة اختصاصات، أكيد في مجال التعاون الفني، هناك خبرات في المؤسسات المالية والإدارية العربية، هناك خبرات في القطاع المالي والبنكي في المجال الاتصالات، وحقيقة هي خبرات كبيرة جدا ويعول عليها الإخوة في الكويت في هذه القطاعات. في القطاع الصحي متواجدين بعدد محترم، التعليم الثانوي والتعليم العالي إسهام كبير في المجهود التعليمي بالكويت على امتداد عقود، وحتى في المناسبات التي التقيت بالإخوة الكويتيين يعني ألاحظ أنهم دائما هناك إشادة باللمسة التي تركها الإخوة التوانسة يعني في المجال التعليم حتى لدى المسؤولين الكويتيين يعني لما التقيهم. كما قلت هناك عدد كبير من المهندسين في قطاع الخدمات، هو قطاع متطور ويسجل تزايد العدد في الفترة الأخيرة. التوزيع عموما يعني حضور بارز في اهم القطاعات ودور حقيقه كبير في المجال التنموي. سعاده السفير كان ممكن نحكيه شويه على المشاريع المتفق عليها بين تونس والكويت، ونعرف كونه فما اكثر من 30 اتفاقيه. كان الرقم هذا صحيح هكا ولا صحيح؟ صحيح صحيح سيدي الكريم. اعتقد باش نحط الموضوع في اطاره، يعني اكيد يعني العلاقات التونسيه الكويتيه علاقات ضربة في تاريخ متجذرة وشائج أخوة وصلات تاريخية عريقة، تواصل وتقدير على مستوى القيادة السياسية بين البلدين. الأرضية هذه خلقت حقيقة مجال وفضاء لتسجيل ديناميكية على مستوى التعاون الثنائي، بدءا حقيقة بزيارة السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى الكويت في جويلية 2023، ثم تلتها مباشرة اللجنة التجارية في نوفمبر 2023، لتليها لاحقا إن شاء الله في قريب العاجل اللجنة العسكرية، ثم اللجنة الثنائية التعاون الثنائي التونسية الكويتية اللي ستجتمع إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة في تونس برئاسة وزيري خارجية البلدين. في هذا الإطار حبيت نحطها في إطارها لأن هذه المناسبة، هذه اللجنة ستكون مناسبة لتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات، 30 أو ربما تكون أكثر لأننا في نسق تفاعلي، يعني ربما تزيد هذه المشاريع الاتفاقيات للتوقيع. اللجنة هذه ستكون مناسبة للتوقيع على هذه الاتفاقيات، تتويج لعمل ومجهود كبير مشترك بين وزارة الخارجية والبعثة،
لصياغة هذه المشاريع. ثم هذه اللجنة إن شاء الله كما قلت ستنعقد إن شاء الله قبل نهاية السنة، ستكون مناسبة لفتح أفاق واعدة للتعاون في مجالات أرحب مع الإخوة في الكويت. المشاريع هذه تهم تقريبا كل القطاعات، كل المجالات، المجال الاستثماري، المجال التربوي، التعليم العالي، المجال السياحي، النقل، يعني تقريبا كل القطاعات. وهذا يعطي صورة حقيقة على مستوى التعاون وعمق وثراء بين البلدين. واضح، يعني نحكيه على اللجنة المشتركة التونسية الكويتية في دورتها الرابعة، هذه في دورتها الرابعة اللي هي لم تنعقد منذ سنة 2015 يعني، وبجهود حثيثة ستنعقد إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله يا ربي. بي نعرف توا كونه توينسا فترة صيف وبرشا توينسا قاعدين يرجعوا للأرض الوطن، فما استعدادات معينة، فما تسهيلات معينة، كيفاش التعامل يعني في هذا المجال مع التوينسا؟ شكرا على السؤال سيدتي الكريمة. يعني استعدينا على مستوى البعثة لتأمين العودة للجالية التونسية في الكويت إلى أرض الوطن في أيسر الظروف. يعني هي تأتي في إطار حقيقة تمشي عام حتى خارج المناسبة العودة السنوية. هي يعني رؤية تقوم على تحسين الخدمات المقدمة للجالية، تحسين الاستقبال، السرعة في إنجاز الوثائق الإدارية. في هذا الإطار يعني إن شاء الله في القريب العاجل سنعتمد على مستوى البعثة خلاص المعاليم العمليات القنصلية في البطاقة البنكية، يعني الخلاص الإلكتروني، وهي ستيسر العملية بالنسبة للإخوة أعضاء الجالية. يعني عززنا العناصر الموجودين في شبابيك التي تقدم الخدمات على مستوى البعثة لتيسير العملية، خاصة عملية استخراج جوازات السفر. يعني وتمت الحمد لله الى حد الان، يعني تمت في ايسر الظروف وبسلاسه كبيره. وهذا حقيقه حبيت نشكر يعني الخيام بالسفاره اللي يشتغلوا معنا اللي قام بمجهود كبير، ونشكر على الجاليه على تعاونها معنا وحقيقه وتفاعلها معنا الايجابي. شكرا لك سعاده السفير. ممكن نختم بكلمه للتوينسه اللي قاعدين يشاهدوا فينا توا من جاليتنا في الكويت. اكيد العمل ديما متواصل، فتره الصيف يمكن تكون هي فتره للانطلاقه جديده، التواصل من جديد، معناتها تكون فتره راحه للتفكير في انشطه اخرى، في تظاهرات اخرى، لمراجعه صحيح. بعض النقاط اكيد زيدا. صحيح اختي، قبل ما نختم حقيقه خليني نعرج على نقطة مهمة جدا. تفضل. اللي السفارة يعني عملت مجهود على مستوى خطة على مستوى التواصل يعني مع الجالية. كانت هناك اجتماعات قطاعية يعني مع الخبراء في المجال المالي والمؤسسات، يعني مع رجال التعليم في التعليم الثانوي والعالي، ثم مع الطلبة. هذه حقيقة التمشي يندرج في إطار رؤية عامة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية اللي باش تكون محطتها البارزة هي المنتدى الكفاءات، المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج اللي سينعقد يومي 6 و7 اوت القادم. وفي هذا الاطار حبيت نقول اللي انعقد في اطار هذا العدد هذا المنتدى ندوه على مستوى الكويت بمشاركه فله من الخبراء التونسيه، وكان نقاش ثري وخرجنا بمقترحات حقيقه ستكون وستطرح خلال المنتدى الوطني. فحبيت نثمن هذه الخطوه لانه هذا المنتدى حقيقه سيكون يعني نقطه بارزه في تاسيس لمقاربه جديده للتعاطي مع الكفاءات، تقوم اساسا على تشبيك العلاقات بينهم وارساء علاقه مع الوطن، تقوم على المقترح، قوه المقترح وقوه الاضافه، وتتحول الكفاءات الى رافد في المجال التنميه. كذلك حبيت نشير الى اننا انطلقنا في التعديات الانتخابات الرئاسيه بالتنسيق مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات، ونسق حثيث ومتسارع بطبيعه في المجال الذي يهم السفاره، الذات اللوجستي والترتيبات مع بلد الاعتماد. كما قلت كلمه للجاليه، حبيت بالمناسبه هذه نشكرها الجاليه، حقيقه صوره ايجابيه تعكسها نفتخر بها، تساهم ورافد مهم جدا في تعزيز العلاقات مع دوله الكويت الشقيقة. ونحن مفتحين على كل المقترحات وعلى كل الملاحظات اللي يمكن أن يقدموها الإخوة الجالية، والباب مفتوح ونحن نتفاعل معهم يوميا تقريبا في كل الوسائل عبر التواصل الهاتفي أو عبر الوسائل التواصل الاجتماعي.
وكما قلت نحن مفتحين التواصل معهم، وستكون لنا لقاءات قادمه ان شاء الله، هي سلسله لقاءات تكون لنا لقاءات ان شاء الله. شكرا لك سعاده السفير محمد كريم بوديلي، شكرا لك على المداخله هذه، ويعطيك الصحه على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك وتحيه مره اخرى لكل التوانسه المقيمين بالكويت، شكرا لك. باهي نرجع معك سي مقداد، مرحبا مره اخرى. خلينا نواصلوا، تعرفنا عليك اما ما حكيناش على الجمعيه، خلينا ننطلقوا من الجمعيه. دونك جمعيه يوغورتا للاندماج المغاربي، وقتاش تاسست الجمعيه؟ 2008 2008 في جامعه فرنسا 3، حيث كنت عضوا في المجلس العلمي للجامعه، وتأسست الجمعية تحت اسم لي فرانكوفون دي مغرب. لي فرانكوفون دي مغرب. لكن الاسم لما دخلت 2011 انطلقنا بالجمعية في تونس، لقيت أن الاسم شوية مرفوض شعبيا في تونس لاعتبارات كثيرة. لا لاعتبارات كثيرة، مش وقتها باش مش الآن مجالها. فخذينا الاسم الحقيقي اللي هو من أجله فعلا قام هذا النشاط، جوغورتا بور لانتيغراسيون مغربي، بثلاث كلمات اللي صلب الموضوع، وثلاث عبارات يلخصوا الجمعيه. جوغورتا يوغرتا، وهو زعيم مغاربي بامتياز، ضحى وحارب من اجل حارب الاستعمار من اجل تحرير بلاده، ومات من اجل وهو يدافع على بلاده. يوغرتا، ويوغرتا ترك لنا معلما وحيدا في المغرب العربي، جبل مضياف جدا 80 هكتار، مرتفع 1720 متر على سطح البحر. ديما نستقبل الناس ونقول لهم احنا هناك انه نحن في قلعة سنان نستقبلكم في اقرب نقطة من السماء لاننا نقدركم. وبالفعل يعني وهو رمزية عالية جدا، لذلك هذا الجبل عملنا منه، احنا استلفنا منه اسمه من أجل أن نخدمه ويخدمنا في الجمعية، ونستغله كمطية للتنمية وكمحفز لأن للوحدة المغاربية. لأنه تمشي للجزائر الآن تقول له يغرط، يقول لك نتاعي، كون نجيب لك الآن أستاذ تاريخ يقول لك يغرط نتاع الجزائر، مرحبا سيدي راه نتاعك، ابن خلدون نتاع الجزائر، مرحبا. يعني في هذه الأمور كلها نحن نشترك فيها. الزيتونة راهي نتاع الجزائر، ما قلناش، وقد كونت علمائها ورجال السياسة نتاعها والفكر غير، فكل شيء يجمعنا. الثانية الانتجراسيون، وهي الوحدة. الانتجراسيون هي كيف ناخذ يعني قطرين، كيف ناخذ فضاء ان تريتوار ونخليهم يندمجوا مع بعضهم فيما أمكن ذلك في الجانب الاقتصادي خاصة. وهذا حلم، وأحسبه لو يكون عندنا مجال نحكي على الأقل على بعض المغالطات حول الوحدة لي جروبمون ريجيون وليونيتي ريجيونال، فيها مغالطات عايشين عليها الناس. حبيتك كنا نشوفوا في صور من النشاط نتاعكم، جست نعقبوا عليهم وبعد نواصلوا حديثنا. ممتاز. هذه احنا نبقى مع الاولى ولا؟ مع الاولى خلينا نشوفوهم. باش نعاودوا نشوفوهم. باش نعاودوا نشوفوهم، جميل. من الصوره هذه كلها. تمنيت تكونوا مرتبين شويه، معليش. الصور منين نبدا؟ تفضلي. لا هذه من انشطه الجمعيه، هذا مثلا في هذا الجمعيه، في هذا الصوره موجود والي الكاف، وموجود ممثل وزارة الداخلية الجزائري، وموجود قنصل الجزائر في الكاف، ومدير الثقافة، وكنت وأنا معهم هناك. هذه أيام الكاف المغاربية، هي أنشطة أردناها أن تكون دورية. عندنا التظاهرة المغاربية اللي نعملها في أفريقيا عادة بدعم من وزارة السياحة التونسية، ونحن ليس لنا على فكرة ليس لنا أي دعم خارجي على الإطلاق، ونحن نعول على إمكاناتنا الذاتية القليلة فنصنع شيئا جميل. هنا في هذه يحضر معنا ممثل التهيئة الترابية العمرانية في الجزائر وتهيئة الإقليم، مع أطراف مع في الولاية الكاف، وننظم نشاطاتنا في داخل الولاية، وهو أحداث جميلة جدا تخرج كلها بتوصيات موجودة عندنا، هذه التوصيات وممكن نمدها. تعديت للصورة الأخرى، الصورة هذه كذلك معبرة جدا، عملناها في ليون، واستدعينا لها سفير التنمية الجزائرية، وزير التنمية الجزائري، مع القنصل في ليون، وكانت أيام تعاطف مع الشريط الحدودي، لأن الشريط الحدودي هو مجال نشاطنا، ومنه استلفنا كذلك أو حددنا نوتر ديفيز، شعارنا الحدود عامل تنمية.
الحدود تصنع الثروة، هكذا يقول العلم. الحدود ليست تلك النهايات المخيفة البعيدة التي من ورائها الخطر وتغيب فيها السيادات الوطنية. الحدود ترشد، تكون فيها السيادات مرشدة فتصنع الثروة وتحسن وضعها. ونحن كذلك نتمنى المنهج أو النهج في الإصلاح الذي يقول أن في إطار التوجه العالمي بونسي جلوبال نعمل الحركة على مستوى المحلي أجير لوكال. فنحن نحبذ أن نشتغل على المستوى المحلي لأنه هناك نلامس آلام الناس ونسمع منهم مقترحات صحيحة. عندنا 1000 كيلومتر تفصلنا عن الجزائر، تقريبا كل نشاطنا رغم أنه مغاربي لكن كل نشاطنا كان مركز بين تونس والجزائر وعلى هذه الحدود التي لا زلنا نعتقد ونؤكد أنها ممكن تصنع ثروة. وسنأتي رجاء بعد إلى اتفاق قرطاج والاتفاقات الجديدة لأن عندنا فيها ما نقول. نهار 2 و3 أوت باش تكون فما تظاهرة خاصة. نعلق على مثال شيء الصورة هذه ممتازة. احنا نقوم نعمل هذه احنا في شارع برقيبة وهذا المكان احبه جدا لانه رمز اولا حتى في المظهر تاعو الاتساع. احنا خارجين من فندق افريكا وقفنا في امام ابن خلدون وهؤلاء اللي تشوفيهم كلهم تقريبا دكاترة جامعيين مختصين في مجالات معينة. نعم عاملينها في هذا التظاهر الثالثة مسمينها المخزون الثقافي والسياحي المغاربي ثروة وعامل وحدة مغاربي وكم وزير وكم موجود من كل البلدان باستثناء للأسف المغرب اللي نستدعيه فلا يحضر معنا ولا سنة. نحكي شوية على نشاطكم اللي يقول النهار 2 و3 أوت هذا نشاط كان المفروض يكون في الربيع. الربيع يكون شوية خضرار رغم أن بلادنا بدأت تتصحر ونحب نأخذ صور لمائدة يغرطة حولها لأنه مائدة يغرطة قبل هذه الصورة الأخرى اللي عملتها أنه قدمناها وبمبادرة من جمعية يغرطة للاندماج المغاربي وهذا مكتوب في وزارة الثقافة ومجهود عملناه حتى أقنعنا الوزير والمعا على أن نصنف أن ندعو وأن نسعى لتصنيف ما يتغطى كمعلم ثقافي طبيعي في اليونسكو وتنقلنا شخصيا لليونسكو ونشطنا عليه حتى وصلنا بشق الأنفسي لكن الحمد لله وصلنا إلى أن ندع أن نودع ملف مائدة يغرطة على في اليونسكو للتصنيف اللائحة الأولية. وتمنينا لو أنه يكون مجهود إضافي رغم الآن هناك بدينا نشوف مجهود مثلا الطريق الآن يعبد وقد انتهي منه وحدث جميل جدا. ولذلك نحن نريد أن نذكر من 2017 وهذا الملف محطوط على الرفوف وكنت عديت الصورة متاع الاحتفال اللي عملناه في 30 سبتمبر 2017 وكنا نتمنى أن كل سنة نخرج سرا من أسرار هذه المائدة من أجل أن تصنف. صحيح أن الآن قلعة سنان صنفت بين 10 معتمديات ليس أكثر، 10 معتمديات وهي محظوظة في ذلك معتمدية سياحية. مائدة يغرطة الآن انتهت أشغالها وهو سبب أساسي لتأجيل العمل نتاعنا اللي كان بيكون في مارس وفي أفريل وتأجل لأن الطريق كان بصدد التعبيد. فنحن نعملها شبه احتفال بين الانتهاء من السلم الحجري وهي المائدة الحقيقة لابد أن نركز عليها فيها سلم حجري وحيد ولذلك فر إليها واحتمى بها القائد يغرطة لأنها مكان فريد من نوعه ومن أسراره هذه ثم أسراره فهو رمز وفيه الأسرار ومن أسراره تبدأ بيغرطة اللي أعطاها اسمها لكن تنتهي حتى الثورة الجزائرية وجدت فيه ملاذا فلم تستطع الطائرات الفرنسية أن تقنبله وقد حمى والموجودة الكازمات ونحن نأتي ونجيب معنا وفود جزائرية قوية حاضرة وحاضر معنا إعلام جزائري قوي من كل الولايات من تيزي وزو من غردايا من جانات وتمرست من سوق هراس من عنابة من التبس فهؤلاء كلهم حاضرين معنا هذه المرة إعلام بحالها قوي. أنتم حاضرين دعوناكم إن شاء الله تكونوا بالفعل الله. حاضرين وتغطيوا يعني هذا النشاط اللي هو بالفعل دسم
نحينا منه جزء وهو الطيران المدني وهو الطيران البارابونتي باراموتور اللي الآن الجو لا يسمح بذلك، وتركنا فيه أشياء أخرى وأضف فيه معرض للصناعة التقليدية وفيه وقفة، وهذه نقطة مهمة جدا، وقفتان، وقفة في الحدود، الافتتاح هذا الخصوصية نتاعو انه ما نش باش نمشوا في غرف وفي قاعات مكيفه مغلقه، سنفتتح نشاطنا هذا في الحدود تماما، لنقول ان الحدود افيق، ان هذه الحدود هي نقاط تماس، وانها لا يمكن ان تكون الا للتنميه. وقفه في على سطح مائده يوغرطا لنهدي نحن التونسيون الشمس لإخواننا في الجزائر، أن كوشي صولاي طري سيمبوليك، نتمنى بالفعل أنه يؤدي غرضه، حتى أنه اللي نقولوا له جاي الكوشي صولاي هذا اللي رايح نهدي فيها النور والشمس والعلم والجيرة الطيبة إلى إخواننا في الجزائر، أنه من تونس لن يأتيكم منا إلا الخير، وإحنا شعب واحد وقد ساهمنا في ثورة الجزائر شعبا وحكومة وجيشا وحرس وطني، وكلها خلينا كل تونس في خدمة الجزائر، إيمانا منا أن استقلالنا يبقى منقوصا بدون أن تستقل الجزائر، وقدمنا لها وكنا نحن البوابة التي يدخل عبرها كل شيء بما فيها السلاح. فالنقطة الأخيرة، النقطة الأخرى، المحطة الأخيرة وهي كذلك مهمة، هي ندوة علمية، ندوة علمية حول السياحة العابرة للحدود، ما هي شروطها؟ ما هي وبالتالي مقدمين فيها أربع محاضرات، واحدة منهم اقتصادية تحط ولأول مرة وبشكل دقيق جدا واقع، أولا تذكير تاريخي ثم واقع التبادلات التجارية التونسية الجزائرية، لماذا؟ تبادلات، لماذا جارتان بهذا الزخم التاريخي وهذا الزخم الاستراتيجي وهذه الأخطار المحتقة بها، لماذا تبقى تبادلات لا تتجاوز 3% محشورة في الطاقة التي تستوردها تونس من الجزائر، والبقية هناك إمكانات وهناك مجالات جربناها، وهي نحب نجمع هذا الناس كل الخبراء الناس الآن، خلينا السياحة لأن خصصناها للسياحة لأنه وقت سياحة، والفكرة جاءت من الجزائر أصلا، بعض الإخوة في الصحراء ليقولوا عندنا نتعدوا على تونس نجيبوا فرق وفي الحدود أو تونس والجزائر عندها قوانين مختلفة، لما لا نجتمع نتناقش في الموضوع حتى نستطيع أن نثمن. دايزي مقديد إن شاء الله اللي يكون موجود يزيد يتوسع أكثر، نعم معكم، لأنه حسيتك تبارك الله برشا نشاط كبير، واللي يكون موجود معكم يستفيد إن شاء الله. إحنا نعم قايمين به بدعم أولا من وزارة السياحة كما كنا معتدين، والآن يعني ومساعدتنا وزارة الثقافة، مندوبيات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والصناعة التقليدية قايمين على هذا العمل، ونتمنى أن الكاف يعني تحتفل بهذا العرس الجيد إن شاء الله. شكرا لك سي مقديد سعاد، شكرا لك رئيس جمعية يوغرتا للاندماج المغاربي. أخذنا الفرصة نهني إخوتنا الجزائريين ونقول لهم مرحبا بكم اللي راهم جايين، بالفعل جايين في وفد سنستقبله في الحدود، وكذلك الإخوة المشاركين من تونس، كل الجميع في قلعة سنان مائدة يوغرتا، ونحن مسرورون بذلك ولكم كل الشكر. شكرا لي، قعد أقعد معنا باش تفرج معنا في الفقرة الموالية، أقعد بحذينا. شكرا ليك، باش نمشيو توا مع فقرة مع نورس وعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن. عسلام. عسلام. لاباسة؟ إي. منين جيت؟ عايشك؟ جيت من كندا. قداش باش تقعد في تونس؟ أموان مي. بوين ماشية؟ مامي، بابي. مي غران باران. في بيجا؟ إي. ومن بعد وين باش تمشي تعوم؟ شنو في لي بلاج، في البارك أكواتيك وحاجات هكاك. شنو هي أكثر بلاصة تحبها في تونس؟ ولا لي بلاج. بلاج؟ وشنو هي أكثر ماكلة تحب؟ ولا ما نعرف. حاجة طيبة لك مامي وبنينة وانتي تحبها؟ ايه. شنية؟ مش سوفيان با مي كوستيم مقرونة ملوخية كوستيم ملوخي. جيت من كندا. انتي وصغار؟ اي انا والعائلة، يا ربي يبارك فيك. قديش باش تقعد؟ ان شاء الله شهر ونص. شهر ونص.
وين باش تهزهم؟ حضرت لهم فاكونس بيه؟ عندنا ان شاء الله بروجرام فيه شوي تبحير، فيه شوي تطلوا على العائله ونشوفوا البلاد، نعرفوا صغار على البلاد ونشوفوا عائلتهم، هذا هو الهدف. استناو فيكم البرا؟ ان شاء الله يستناو فينا العائله كلها. طلبتوا حاجه باش يطيبوها لكم اليوم ولا اليوم؟ والله احنا متشوقين نشوفوا العائله اكثر منه معناها الماكله وشرب. نعرف مو راح يتوحش اكيد، فما نوستالجيا نتاع الماكله وشرب هذيك لابد منه. والقعده تحكي لي على جوكم في بيجه. جونا في بيجه الحمد لله جو عالمي، بيجه معروف بلاد الخيرات، بلاد السكر، معناها عندنا كل الخيرات في بيجه. عوده ميمونه، يعيشك يعيشك. نحسكم فرحانين برشا اليوم. فرحانين برشا خاطر صافي لونتون. قداش عندكم من عام روحتوش؟ انا بالنسبه لي انا وصغاري عندي 6 سنين. برشا. وي 6 سنين. وعلاش قعدتوا 6 سنين؟ 6 سنين خاطرنا خدمه وشويه حاجات عائليه يعني. كورونا اكيك. انا متوحشه برشا العائله. برشا برشا. اكثر حد متوحشته شكون؟ متوحشه بابا ماما خواتي برشا 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 البنات. ديجا يستنيو فيا هما، متشوقه باش نلقى برشا قعدات وعشويات. امين يا رب. بيان سور. عوده ميمون، عايش بيك. مرحبا بكم. بيك عايش. منين جيتوا؟ من كندا. من كندا؟ قداش عندكم روحتوش؟ عامين. عامين. وين باش تمشيو اليوم؟ باش نمشيو نروح للدار. في تونس العاصمه؟ اي في المستير. وين حضرتوا؟ حضرتوا برنامج باهي للصيفة؟ ان شاء الله ان شاء الله. شنو يحبوا الصغار؟ الفيليجيات توا جاي يطلعوا الفيليجيات تبعت لي نشوف البرنامج شنو فهمني؟ ما باش تفرح بهم باش تهزهم ولا ليه البحرات؟ نحوسوا بهم عاد. شنو أكثر بلاصة يحبوها؟ البحر، شيخوا بالبحر إن شاء الله. إن شاء الله. وين تحب تمشي؟ سيدي بوسعيد. تو ما عنديش برنامج كبير، جست البحر. البحر. وحشتوا تونس؟ بيان سور. هما الحاجات اللي توحشتوهم هكا؟ والدينا بيان سور، عائلتنا، خواتنا. جو تونس؟ جو تونس بيان سور، ريحة البلاد ووحدها معناها. ديما تونس تقعد ترجع لها كي تهبط الطيارة، إحساس كبير برشا. وعامين برشا؟ عامين برشا. عامين مستأنسين نقعدوا أكثر خاطر من كندا مش ساهل معناها. جايين. إي. عسلامة. شنو اسمك؟ يغا. تعجبك تونس؟ إي. شنو هما الحاجات اللي تحبهم في تونس؟ لا بلاج. إي. و لا فامي. ماكلة تونسية تحب؟ ماكاروني. شنو تحب في تونس؟ لا بلاج. لا بلاج. شنو أكثر بلاج يعجب؟ وين عامة؟ سوسة، مستير، مهدية، وين مشيت؟ مهدية. مهدية؟ مالا باش تقعد برشا تعوم في المهدية؟ إيه. عسلامة. عسلامة. عودة ميمونة. عايش أختي. مرحبا بي. عايش. قداش عندك مروح؟ شهرين، جيت في رمضان. تعيش غادية؟ نعيش الغادي 44 سنة. ما شاء الله عمر. مشيت. مشيت صغيرة؟ عندك أولادك يعيشوا غادية؟ عندي أولادي. شبيك حسيتك باش تبكي؟ مرحبا بيك. بيك. مرحبا بيك. يعيشك. أيا احكي لي على الجو الساعة توا وين ماشية؟ أيا نبدا نبردوا للال. ماشية ديريكت لقبر ولدي باش نشوف. الله يرحمه. عندك ولدك توفى؟ لا ديريكت من المطار لقبر ولدي نسلم عليه. بعدش نروح للدار نلقى الفاميلا. الله يرحمه. الله يرحمه. نحيش. بون سيجور بون فاكونس. اعطيني ضحكة أخرى. مشيت الضحكة معاه. مثال. إن شاء الله تباسي وأنتم زادة سيفة ميمون وإن شاء الله عام الهجري مبروك على أمة محمد جميعا إن شاء الله. مرحبا بكم. منين من الجنوب؟ وليت تقبلني. مرحبا. انت شكون جيت؟ بنتي وبنتي. قداش تقعدوا في تونس؟ شهر. شهر. تشوفوا قبلي؟ وي بيان سور. احكينا على الجو في قبلي، كيفاش كي تروحوا في العائله؟ توجه الدوله. باهي. شو البحورات؟ العائله يجيو بحذاك؟ يجيو لهنا. نمشوا نمشوا. عندنا دار في حلق الواد نمشوا. نقعدوا شويه. توصلوا لقبلي ومن بعد ترجعوا؟ فوالا. شنو توحشتوا في تونس؟ بابايا. ربي يفضله ويستنى فيك. وي. عسلامة. عسلامة. تحب تونس ولا ايه؟ اي نحب تونس. وحشتها؟ اي ياسر. أكثر حاجة توحشتها في تونس شنو؟ الماكلة. عودة ميمونة. يا عايشة كيف منين جيت؟ باريس. قداش عندك مروح؟ صافي دو موا. ديما شهرين. ديما نمشي ونجي. مقيمة غادي؟ اي مقيمة. قداش عندك؟ صافي 25 عام. ما
شاد عايشك. انت وشكون غادي؟ انا وراجلي صغاري العائله نروح معاك اليوم. اللي شخلت عليا ان شاء الله نزلوا. وين ماشي؟ تخرج من هوني وين تمشي؟ نمشي داري في سكرة بعد داري في البحر ديريكت. ملي حضرت برنامج بيه للصيف؟ اكيد اكيد قليبيا ان شاء الله. حبوا البحر نتاعك؟ ياسر مزيان البحر في تونس. تستنى فيكم العائله؟ اي كلهم اي فرحانين. حضروا لكم حاجه اليوم في طير باهي حاجه يرك العاده التونسي لهقت علينا عاده. عسلامه. عسلامه. شنو اسمك؟ كنزه. كنزه محلى اسمك. جيت لتونس؟ ايه. عسلامه مدام. مدام عايشك ربي يفضلهم. قديش من ولاد عندك؟ ثلاثه. زوج زوج ولاد وبنيه. منين جيتوا؟ باريس. قديش عندك ما روحتش؟ نعم. كل صيف تروحها؟ كل صيف. كل صيف. وين باش تمشي تو؟ تو لصفاقس. مازال قدامك رحله؟ مازال ثلاثه اسابيع. شكون يستنى فيك في صفاقس؟ حماتي. دار حماتي في صفاقس ودار بابا وامي في جرجيس. الصغار يحبوا تونس؟ مالا بيش. الوالدين راهو يحبوا الصغار هكا ولا شنو تحكي لهم على تونس؟ لا يحبوا تونس، يحبوا البحر، يحبوا تونس، يحبوا العائله، يحبوا كل شيء فريمون. يقعدوا يستناو من العام للعام؟ يقعدوا يقعدوا بالحق. هذه روحت مع بابا شويه في جانفي عملت طلع عليهم، واحنا خي حيت نقراو الكل الاولاد يقراو الكل، ديكو قلنا نروحوا في الصيف بالباهي نقعدوا شهرين باهي. شهرين باهي. مالا تقعدوا وين باش تمشيو؟ حضرتوا برنامج باهي؟ نمشيو لصفاقس في دار حماتي قبل، وبعد نهبطوا لدار بامي وبابي في جرجيس. مرحبا بك. يعيش. عسلامه. عسلامه. شنو هو اسمك؟ سيف الدين. تحب تونس؟ اي. يقول لي نحب تونس برشا في الميكرو. نحب تونس برشا. عسلامه. عسلامه. تحب تونس؟ برشا. شنو هو اكثر حاجه تحبها؟ البيشين، البحر، سخنه، بابي ومامي. فما لي كوزان ولي كوزين ولا؟ اي برشا. استناو فيك؟ اي. ولا باش تشيخو؟ اي. شنو هو الحاجه اللي تحبها في تونس ماكله حاجه بنينه؟ كسكسي ومقرونه. اوه طيبوا لك في صيقه المقرونه والكسكسي ولا؟ كل نهار كسكسي ومقرونه. مواصلين ومرحبا مره اخرى بكل التوانسه اللي جاوا في تونس لبلادهم باش يقضيوا العطله ومحليها العوده للبلاد بعد التعب بعد الخدمه. وكنا نشوفوا توا في الفقره هذه مع نورس وديما فما احساس يمكن ما يعرفوا ما يحسوا كان الانسان اللي يتغرب واللي قعد سنين لبرا والرجعه هذيك محليها للبلاد مع الاهل والاحباب. مواصلين وعندنا مكالمه هاتفيه مع سي هشام ناجي مدير التمثيليه التجاريه بتونس لتونس بعمان. قولوا الو. الو عسلامه سي هشام. مرحبا. مرحبا بك سي هشام. يعيشك. شكرا بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بك. باش نحكيوا على اسبوع المنتجات الغذائيه التونسيه بالمؤسسة الاستهلاكية، وكذلك عندنا حدث مهم برشا اللي هو من 14 ل 18 جويلية باش يكون فما زيارة لوفد أردني إلى تونس. هذا هو يظهر. تفضل. شكرا. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. يعيشك مرحبا. يعني عايشك. باش نحكيو على زيارة الوفد الأردني رفيع المستوى اللي قاموا بها خصوصا رئيس غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن وأعضاء يعني من الجامعات المهنية الأردنية إلى تونس من 14 إلى 18 جويلية. لو تسمح لو نحطوا الزيارة هذه في تفضل. الحقيقة تفضل. الممثلية التجارية لمركز نهوض بالتغييرات عمان يعني بالتنسيق التام مع سفارة تونس في عمان وحرصا يعني على تعزيز تطوير العلاقات التجاريه التونسيه الاردنيه، نظمنا الزياره هذه يعني رجال اعمال بارزين وممثلين من الهياكل المؤسساتيه بالاردن لزياره تونس يعني والاطلاع على فرص تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثمار يعني وربط سلاسل مهنيه في القطاع الخاص بين البلدين. الحقيقه الزياره شملت يعني زياره لتونس العاصمه والوفد هذايا كذلك كانت له فرصه باش تنقل على مستوى الجهات على مستوى يعني في جهه الساحل في سوسه ومدينه الساقس
وتم خلال هذه الزيارة يعني إمضاء اتفاقيات تعاون مع كل من غرفة التجارة والصناعة بسوسة وغرفة التجارة والصناعة بسفاكس كذلك. يعني هذا كتقديم. اي تفضل. من 14 ل 18 جويليا كانت الزياره هذه، باش تكون فما مواصله، باش تكون فما متابعه للتظاهره هذه، باش يكون فما شراكات ربما لقاءات اخرى انطلاقا من التظاهره هذه، من الزياره هذه. اكيد كيف ما تفضلت سيادتك، هي الهدف الاساسي من الزياره هذه هي يعني كيفاش احنا نستغلوا يعني القدرات التجاريه في كلتا البلدين. انا جوست انا نذكر وانه سنه 2023 حجم التبادل التجاري بين تونس والاردن كان في حدود 138 مليون دينار. السنه هذه الثلاثي الاول يعني من سنه 2024 شهدنا يعني طفره في الصادرات التونسيه نحو السوق الاردنيه اللي بلغت يعني 34 مليون دينار في الست اشهر الاولى فقط، وهذا تطور يعني بنسبه 100%. واحنا نشتغلوا يعني التنويع الصادرات التونسيه على السوق الاردنيه وتطويرها، يعني كي نجيو نشوفوا يعني التحاليل والاحصائيات التجاره والمبادلات بين البلدين نلقاو باللي فما فرص تصديريه غير مستغله في حدود 44 مليون دينار. وهذا العمل نتاعنا يعني، وانا كيفاش نستغلوا هالفرص التصديريه هذه بالطبع مع الاخذ بعين الاعتبار يعني تنويع المنتجات التونسيه اللي تتصدر نحو السوق الاردنيه ونحو البلدان المجاوره. واضح، يعني هوني فما مشروع كامل، فما دراسه كامله للسوق الاردنيه او للسوق التونسيه في هذا التبادل، معناتها فما محاوله ربما حتى التوجه اخر جديد ربما، يعني يكون في علاقات اخرى امتن، وفيه ايضا محاوله للتوسع اكثر في المجالين في تونس وفي الاردن. هذا هو بالضبط، يعني احنا كهذه خطوه اولى يعني لاستعاده النسق بتاع الزيارات المتبادله وزيارات يعني الاستكشاف والاستطلاع، وستتلوها زيارات اخرى ان شاء الله في شهر 9 ان شاء الله زياره لوفد اردني كبير يعني من قطاع النسيج والملابس والملابس المهنيه والاحذيه والجلود والاحذيه. ثم بعد ذلك ان شاء الله من هنا لاخر السنه يكون موجود في عمان يعني وفد تونسي في متعدد القطاعات يعني لربط سلات مهنيه والقيام بعمليات تشبيك، يعني والهدف وراء هذا الكل وراء كل التحركات هذه هي رفع من نسق الصادرات التونسيه على السوق الاردنيه وبصفه اشمل يعني تطوير المبادلات التجاريه بين البلدين. هذا هو، شكرا لك سي هشام ناجي مدير التمثيليه التجاريه لتونس بعمان، شكرا لك على المكالمه هذه، يعطيك الصحه. مواصلين وباش نحكيو توا المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضه ببنزرت اللي كان من 12 جويليا في دورته الثالثه، من 12 ل 16 جويليا في دورته الثالثه. حبيت نرحب بناديه المنصوري، زميلتنا ناديه المنصوري مديره المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضه ببنزرت. مرحبا ناديه. مرحبا، شكرا على هذه الاستضافه. مرحبا بك، انت زميلتنا زاده بالاذاعه الوطنيه. انا اعلاميه صحفيه واعلاميه بدرجه اولى. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافه. كما قلت المهرجان نتاعنا السنه الدوره الثالثه. بالنسبة للبرمجة سنة ركزنا أكثر على النشاط البيئي، لأن عندنا رسالة نحب نوصلوها، صيحة فزع أكثر يعني تهم غابة الرمال، كلنا من أجل غابة الرمال، يعني الفضاء اللي يحتضن هذا المهرجان وكل الأنشطة متاعه، هي الأنشطة متنوعة بيئية بالأساس ورياضية وثقافية في قلب الغابة بحذا البحر، الناس تحب تجي تصيف، جو الكل ملائم، جو ملائم متعصيف. أيوة متعصيف، احنا نثريوه هالمكان الفضاء الطبيعي نثريوه ببرمجة تروج للموروث الثقافي التونسي وتروج أيضا لجمال تونس وجمال الطبيعة والمخزون البيئي لتونس. نادية خليني قبل ما ندخل في البرنامج وكل، عرفني ساعة بالمهرجان هذا في دورته الثالثة، خلي الناس اللي يمكن أول مرة تسمع به تفهم شنو المهرجان، شنو التصور، علاش تأسس بالأساس، شنو الهدف من وراء تأسيسه. طبعا أنا طبعا من موتي ساكني غابة الرمال،
غابة الرمال معروفة من أجمل الغابات في تونس، مش تونس بركة، حتى على الصعيد العالمي. غابة ممتدة 3500 إكتار بجان محاذية للشواطئ، من أجمل الشواطئ أيضا في تونس. شواطئ معناها الرمال، عندنا ثلاثة مداخل للشواطئ: شاطئ المدار، شاطئ البواخر، شاطئ مضيف الشباب، شاطئ الطريق السيارة. أربعة شطوط محلاهم، وغابة ياسر مزيانة. ولكن الغابة هذه في السنوات الأخيرة بدأت تشوف معناها أن سيغشارج، ضغط كبير عليها، ومن غير ما يقع إعادة التهيئة لها حتى تستجيب إلى هذا الضغط يعني الكبير اللي أصبح تشهده. طبعا أنا من متساكني الغابة نعرف كيفاش كانت الغابة وكيفاش ولات، يعني ثم الطبقة النباتية تضرت، ثم مثلا أنشطة عشوائية ما فماش تأثير، هذا يضر بهذا الفضاء معناها البيئي. ومن هنا انطلقت الفكرة متاع المهرجان، عملنا جمعية إن باش نحافظوا، جمعية من المتساكنين، هي الفكرة من متساكني الغابة، إن باش نحافظوا ونساهموا ونعظموا مجهود الدولة في المحافظة على هذا الفضاء البيئي معناها بالأساس. وحبينا نثريوها أيضا باش نمروا الرسالة، لازم أيضا أنشطة يعني متنوعة. وأيضا نعرفوا على الصعيد الدولي بالغابة اللي هي مزيانة ولكن ما مش معروفة، يعني فيهاش أنشطة في العادة، ما فماش أنشطة فيها. فقلنا يعني هذه هي الفكرة. هو مهرجان دولي، نعم. شو كل بلدان المشاركة؟ كل عام تقريبا عندنا معناها الدول الشقيقة ديما يشاركوا، اللي هي الجزائر، ليبيا، المغرب، عندنا مصر، هذوما دائما يشاركوا معنا. وكل مرة فما ضيوف جديدة كيما صنع، عندنا الأردن، عندنا من فلسطين أيضا، هذا معناها في الدورة اللي جاوا. وأيضا هم مش يجيوا يشاركوا معنا، يجيوا بخيمهم ويجيوا بلبستهم وبتراثهم وبغنائهم، ثم تبادل ثقافي، احنا نعرفوا بالضبط، نعرفوا بموروثنا، هم أيضا المشاركين يتعرفوا على ثقافات أخرى. يعني هو المهرجان كان من 12 ل 16، نعم، جويليا، نعم. كل نهار كان فما برنامج ونشاط، أعطينا فكرة هكا. أيوة، الافتتاح الرسمي كان نهار 16، السيدة وزيرة البيئة مشكورة كانت في الافتتاح، وكل الإطارات الجهوية. نشكر برشا وزارة البيئة اللي قدمت كل الدعم المادي والمعنوي لهذه الدورة. خدمنا بشراكة على برنامج ومجموعة من الأنشطة البيئية، من التحسيس، من حملات النظافة اللي من أول الصيف بديناها والحد ومش نكملوها لآخر الصيف، لأنه كما قلت لك ياسر معناها الناس تجي تتريض وتحوس وتجيب صغارة وتمشي البحر، ولكن للأسف برشا فضلات يخلي. وهذه الرسالة الأولى، راهو أي فضاء معناها طبيعي وخاصة غابي وشاطئي يلزمنا نزيدوه، ما نقصوش منه، أبسط حاجة إن نخليه نظيف كما لقيناه. فهذا معناها أول الرسالة. الدورة هذه بدعم من وزارة البيئة وبرنامج إيكوباد الاتحاد الأوروبي، فهيئنا مسلك جديد سميناه المسلك الصحي بغابة الرمال، حتى تكون معناها الناس اللي يحبوا يجيوا يتفسحوا ولا يصطافوا يكون فما فضاء مهيئ، حتى ما يدخلوش معناها بسياراتهم أو للغابة من أي طريق كان، لأنه هذا يضر الطبقة النباتية بالغابة. فهذا معناها الخطوة الأولى، وقمنا بحملات تحسيسية مكثفة من أول الصيف إلى حد هذا باش تستمر. هذا الإنجاز الأول اللي نحن باش نكملوه إن شاء الله. احنا ندعو كل معناها الوزارات المعنية إنها تستجيب لنداءنا. الغابة راهي إذا كان ما نقفلهاش تو، مهم جدا، معناتها هذي ذولي مهم واعين به احنا تو الخطر اللي ممكن خطر يصير لو كان احنا ما نتلهوش بالجنب في أقرب وقت، في أقرب وقت. نعم، يعني ذولي الوقت ما عادش بالحق، هذا علاش ركزنا على هذا الجانب، ما عادش نجمو نستناو، ما كاش ما عادش نلقاو لا فضاء غابي ولا حتى شيء، والمعناها حتى الكثبان الرملية فما جزء منها بدا تكسر ويلزم إعادة تهيئة
جاءتوا. الحقيقة السنة بالذات احنا استدعينا الأطراف الكل والكلهم استجابوا، إدارة الغابات مشكورة، وزارة البيئة، الولاية بنزرت، بلدية بنزرت وخاصة معتمدية وبلدية منزل جميل، إنها الرمال تتبع بلدية ومعتمدية منزل جميل. لأول مرة نحب نثمن هذا التناغم والتشارك بين المجتمع المدني والدولة باش يعملوا مع بعضهم حاجة لفائدة البلاد، وإن شاء الله معناها نكملوا معناها إن شاء الله. هذه بداية عملناها كانت ناجحة، إن شاء الله معناها نكملوها. ندعو أيضا وزارة الشباب والرياضة، عندهم مشروع لفضاء جديد في قلب غابة الرمال، فضاء للتخييم والاستياف، مشروع مزيان إن شاء الله يكمل في أقرب وقت، لأنه هذا باش يحمينا من التخييم العشوائي. واضح. من الأنشطة العشوائية في الغابة لازم يكون فما فضاء مهيأ ننشط فيه، نعمل فيه فن، نعمل فيه رياضة، نعمل فيه تخييم باش ما نضروش معناها بقية الغابة. شكرا لك نادية، يعطيك الصحة نادية المنصوري زميلتنا بالإذاعة الوطنية ومديرة المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة. شكرا، يعطيك الصحة على كل المعلومات، شكرا لك. مواصلين وش نمشيو مع فقرة مصورة، هو لقاء مع أفراد الجالية ضمن الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بولاية مدنين مع خميس بوبتان. إلى فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج أصلي ولاية مدنين المقيمين بعدد من الدول الأوروبية والعربية، حذروا لمتابعة آخر ما استجد من إجراءات وقرارات لفائدتهم، لكن كذلك لطرح مجموعة من مشاغلهم المتعلقة خاصة برغبتهم في إحداث مؤسسات وبعث مشاريع في مناطقهم، لكن صعوبات عديدة تقف دون ذلك وتحول دون إنجاز هذه المشاريع، وهو ما كان محورا رئيسيا في أشغال هذه الندوة. الناس كل تحب تخرج البرة، تحب تعمل شوية فلوس وكل شيء، تحب تروح تستثمر لتونس، لكن صراحة ما زال ثم برشة صعوبات، يعني خاصة في الإجراءات، خاصة في وقت اللي تجوه هنا ما عندناش برشة وقت معنا باش نتحركوا، ما زال ثم شوية صعوبات. ماذا بينا كي تكون خاصة الإجراءات كل مرقمنا ولا شباك موحد فريمون صحيح، يعني ماهوش طريقة بصيغة معنا ثورية، تكون أحسن معنا، فهمت؟ يعني ماذا بينا الإجراءات كل تكون بطريقة رقمية، في ظرف نقولوا نهارين ثلاثة تكون تنجم تعمل الإجراءات نتاعك وكل. أنا والله إن شاء الله ناوي نبعث إن شاء الله محلات تجارية في المنطقة نتاعي في الميجر، إن شاء الله نتحصلوا على رخصة البناء في أقرب وقت ونتموا المشروع نتاعنا وننطلقوا، كل مرة نبعثوا مشروع جديد، عامل شوية انفستيسمون شوية زادة في الفلاحة، نحاولوا نواكبوا شوية التطورات. يشغل الناس بيان سور، لازم واحد يزيد اليد العامله التونسيه يشجعها ويخدمها باش ان شاء الله نعاونوا بلادنا ونتقدموا ان شاء الله، نحاولوا نطوروا من انتاجياتنا وقدرات بلادنا، مواطنين بالخارج نحاولوا نكونوا سند كبير لبلادنا. بدينا في المشروع الحمد لله، اما فيه شويه تعطيلات وتعطيلات كبرى صارت لنا، وحني ما نتكلمش زرزيس ولا مدنين، كنا ولايه مدنين ولا بنجردان ولا جرب، كنا اولاد البلاد. اولا مشروع فلاحي مندمج ما يقارب على 5000 شجرة زيتون، مع تربية الأغنام، مع نقولوا احنا مزارع بطاطا وكل شيء باش نعملوه، مشروع مندمج نتاع 553 مليون، احنا توانا صرف 420 وما زال في 95%، ما زال 5% ونكون الحمد لله بدركتوراتها بديني تبع مشروع، لكن ثم تعطيلات اللي هم تعطيلات من دائرة المياه، حفر الآبار، يخلوك بستة شهر وانت تستنى في المطلب، وبعد تالي يجوك بعد ما تحف يغرغموك باش تطبق تخالف القانون، ويجوك يقول لك لا خالفت القانون. وهذا اليوم باش نحكي فيه مع سيد الوالي، وطلبت منها اجتماع خاص ورحب بي سيد الوالي. أشغال هذه الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تضمنت محورين أساسيين، الأول تعلق بالامتيازات الجبائية الجديدة، والثاني بدور التونسيين في التنمية، باعتبار هذه الندوة انتظمت تحت عنوان الهجرة دعامة للتنمية. صحيح احنا ما نحبوش يتسرب الملل إلى أبنائنا في جلسات كيمكة، أما اعطيناهم أهم
المحاور اللي موجودة في الاستثمار الفلاحي اللي هو الجزء الثاني أو نقطة الاهتمام الثانية اللي موجودة في جهتنا واللي أبنائنا في الخارج يركزوا على الاستثمار. صحيح أغلبيتهم يمشيوا إلى استثمار العمر اللي هو المسكن، ولكن بعد المسكن مباشرة أول حاجة نخمو فيها هي الاستثمار في الفلاحة وفي الأراضي الفلاحية، وهذا يستدعي منا إحاطة وتأطير بالمسألة هذه. ثم المشاريع الصناعية يظهر لي لاحظته على الأقل في المدة الفارطة ركزنا كثيرا على تشجيع الفضاءات الصناعية في الجهة، واخذينا كثير من الجهد والوقت والمجهودات اللي ركزت تماما على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي. هذا اللقاء السنوي مع مواطنين بالخارج فرصة نمكنوهم من مقابل السادة المسؤولين وعلى رأسهم السيد ولي مدينة سي سعيد بن زايد، فرصة للتشاور، فرصة باش اخترنا زوز محاور أساسية جدا. المحور الأولاني هو مناخ الاستثمار في ولاية مدنين، شنية الصعوبات وخاصة شنية الحلول المقترحة، خطر الناس تستنى في حلول. والمحور الثاني السيد الرئيس أعلن مؤخرا على الامتيازات الجديدة لتوانسة بالخارج، الأمر 370 لسنة 2024. إن شاء الله السيد العميد المدير الجهوي للديوانة باش يحكي لهم على أهم ما جاء في القانون هذايا، وبعد خاصة حابين اليوم نعطوا أكثر حيز وقت من الندوة للنقاشات باش ياخذوا تقريبا أكثر من ساعتين للنقاشات، خاطر الأهمية تكمن أنهم هم يسألوا وإحنا نتفاعلوا معهم. ولاية مدنينة التي تتميز بأبنائها المقيمين بالخارج في عدد من دول العالم بكفاءات عالية وفي مواقع قرار وإجراءات خارج الوطن، يرنون إلى المساهمة في تنمية ولاية مدنينة وفي بلادنا من خلال إقامة المشاريع، ينتظرون كذلك مساعدتهم في هذه الرغبة وتحقيق مشاريعهم وأحلامهم على أرض الواقع. هذه كانت فقرة بإمضاء زميلنا خميس بوبتان. مواصلين وكلمتنا توا باش تكون مع سيد قنصل عام تونس بمارسيليا سي محمد الشرقي. ألو 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 عسلامة سي محمد، مرحبا بك. مرحبا مدام يسر، شكرا. يعيشك، مرحبا بك. تحية طيبة ليك ولكافة أسرة البرنامج العزيز. يعيشك يفضلك، وإحنا تحية في الخارج. يعيشك، وإحنا تحيتنا لكل التوانسة المقيمين بمارسيليا. وحبينا نحكيه شوية سي محمد على الاستعدادات للعودة الصيفية لفائدة الجالية التونسية، خاصة هنا خلينا نركزوا على ميناء مارسيليا. اكزاكتومون، هو الحقيقة العودة الصيفية كانت في الست أشهر الأخرانين هذه أهم استحقاق بالنسبة لنا هوني في كسوة في مارسيليا ولا مختلف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية الكل في الخارج، وين موجودة الجالية التونسية. ما يخفاكش السنة المسألة هذه تحظى باهتمام وعناية من أعلى هرم في الشرطة. السيد الرئيس في كل مناسبة يأكد على الشيء هذا، وقع تخصيص زوز مزايد وزارية للموضوع هذا، وعدة اجتماعات الحقيقة كسوة مع السيد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وإلا هوني على مستوى نحن في فرنسا مع سعادة سفير تونس في فرنسا كيف كيف للتنسيق. وقع عملنا ليتا دي ليو، حاولنا نستبقوا المشاكل اللي صارت في السنوات الفارطة، وتوفقنا والحمد لله أنه نحضروا لها في أريحية كبيرة. نعطي مثال هوني في مارسيليا، إلى حد اليوم وصلنا عملنا إلى حد البارح عفوا وصلنا عملنا 6691 جواز سفر، اللي هي أهم وثيقة يستعملها التونسي باش يروح التونس الاهتمام الأول نتاعو. ولحد اليوم ما زالت متواصلة، اليوم وصلنا حتى الوقت هذا اللي نتكلم فيه كان فيه توا عندي برسك 62 باسبور معناتها تعملوا ريانك أجوردي. هذه في خصوص وثائق السفر، لكن الأعداد العودة الصيفية ما تقفش عند الإجراءات الإدارية اللي نعرفوها الناس الكل، البريباراسيون تاع الكونفيكسيونمون تاع الباسبور وتسليمه للمواطن. احنا كما تفضلت سيادتك من الأول، مارسيليا عندها خصوصية اللي في علاقة بوجود ميناء مارسيليا اللي هو أكبر ميناء في فرنسا واحد أهم المواني في أوروبا، واللي الحقيقة الجالية تستعمله باش تروح لتونس، مش الجالية اللي مقيمة هوني في الجهة ولا في فرنسا فقط، لكن حتى في البلدان الأوروبية الأخرى. فما ناس تعمل آلاف الكيلومتر تهبط من السويد، من ألمانيا، من بلجيكا، من سويسرا، من عدة دول أوروبية، من إسبانيا باش
يروحوا لتونس. دونك في الإطار هذا بيدو حاولنا أنه نستبقوا نفس الاستراتيجية. كانت لي عدة استماعات على مستوى هوني مع ممثل الستيان اللي موجود هوني في مرسيليا. عملنا جرد كامل في المشاكل والإخلالات اللي كانت موجودة في العوام الفارطة. سي محمد لو كان ممكن ركزوا شوية على المشاكل اللي اعترضتكم في البناء هكا حتى نفهموا شوية شنو هو الحاجات اللي ما مشيتش واللي نجمي تجاوزها في السنة القادمة إن شاء الله، في المدة القادمة إن شاء الله. هذا هو هذا اللي عملناه السنة ساعة. حتى كانت في العوام الفارطة كانت فما مشاكل في خصوص الاكتظاظ كما قلت لك. فمش كان تونس بركة، فمش كان ستيان بركة تخدم على مرسيليا، فما ناقل جزائري، فما ناقل مغربي صحيح. وفما ناقل فرنسي دي يستعمل كانوا كلهم كاتسين في رصيف واحد مما يخلق اكتظاظ كبير. ناس تعمل كما قلت لك ديتراجين تاع دي ميديد كيلومتر وتجي هوني تلقى ساعات طويله تاع انتظار على رصيف اقل ما يمكن نقولوا عليه انه حاله مزريه، ما فماش مرافق، ما فما حتى شيء معناتها. دونك استبقنا هذا الكل، زيت المشاكل هذا الكل، طلبت لقاء مع البريفي تاع البوش ديرون هوني في مرسيليا، حطينا له كل شيء على الطاوله وضربنا على الطاوله، قلنا من حقنا كمسافرين وكتوانسه انه نستمتعوا باقل ما يمكن من الامتيازات كما احنا نوفروها في تونس في الموانئ وفي المطارات نتاعنا بالنسبه للزوار نتاع تونس الكل. والحقيقه التجاوب كان كبير نتاعو، بعد ما قلش من في اسبوعين استدعى السلطة نتاع ميناء مرسيليا الكل، عملنا معاهم اجتماع ثاني، عودنا طرحنا المشاكل وحطينا كوم ديدلاين لو 15 جوان انه تقع تجاوز المشاكل هذا الكل. وهذا اللي صارت ديزانستالاسيون نتاع دي كيتمون افيمير نتاع دي سانيتير نتاع ناس توفر الماكلة والشرب، خاطر الناس تجيب عائلاتها وليدات صغار ديز سباس كليماتيزي. دونك هذا الكل ولات فما أريحية كبيرة. ولوزان جوان عملنا افتتاح الموسم ويظهر لي كنتوا حاضرين برنامجكم هي. مشكور جاء حضر على عيد المكان وغطى هذا الكل، وحتى اتصلتوا حتى بالمسافرين وهم بيدهم احنا فرحنا ياسر كيف سمعنا انطباعاتهم وسجلوا النقله للقهوه وتفاجئوا بها معناتها. بالنسبه للسنة بالنسبه لضيق الوقت كانت لي ديكيبمون افيمير كيما حكيت لك، معناتها ديتونت انستالي واحد وكل شيء. نتمناو انه بالنسبه للعام الجاي باش ناخذ باش ان شاء الله انها تكون مرافق دائمه ونزيدوا نحسنوا فيها على ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الشرقي، يعطيك الصحه، شكرا لك على المكالمه هذه. سي محمد الشرقي قنصل تونس بمرسيليا، قنصل عام تونس بمرسيليا، شكرا لك. به مواصلين وباش نحكيو توا على تظاهرة أخرى على حدث آخر، وحبيت نرحب بسي حافظ خليفة مخرج مسرحي مقيم بإيطاليا ومدير المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. مرحبا بك. وبيك عايشك ياسر، عايشك عايشك ربي يفضلك. حافظ في العاده نحكيو على كمخرج مسرحي والنشاط نتاعك، اليوم باش ننوعوا في الانشطه وفي الحديث. انت زاده كنت موجود في كوريا الجنوبيه. نعم روحنا جيتنا ديريكتومون بعد قداش 19 ساعة فول 19 ساعه يا خويا مرحبا بك ويعطيك الصحه اللي انت موجود معنا. كنت موجود قلت في كوريا الجنوبيه المشاركه في الملتقى الدولي للمسرح ب يوجين سيسا اللي هي قريبه من سيول عاصمه كوريا الجنوبيه. الملتقى هذا هو كان تتويج ربما لنجاحات للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء اللي اقمنا دورته الرابعه بشكل دولي بمشاركه 24 دوله من 1 الى 5 ماي بقريه الجرسين من ولايه قبلي. وتيمه او نوعيه هذا المهرجان انه يتنقل من مكان الى اخر، يعني مش مستقر في مكان واحد من قريه الى اخرى، وهو يقوم اساسا لفك العزله الثقافيه عن المناطق المهمشه ودعم ودفع الحركه الثقافيه
والسياحية لملاوي الشبابية بأشكال تعبيرية مختلفة، يعني مش بالشكل التقليدي التراثي اللي تعرف عليه الجنوب، بل يقدم عروض بمختلف الطبائع والتجارب المسرحية والمدارس المسرحية. نجاحنا في الدورة اللي فاتت وكان إقبال كبير جدا، وصلنا إلى في العرض الواحد وصلنا إلى 8000 متفرج، وخصوصيته ربما نجاحها من خصوصيته لأنه هو يستغل كثبان الرمال في هالقرى المعزولة والنائية كمدارج طبيعية، ونحاول في 5 أيام أن نعمل شركات ونعمل عروض توصل إلى 35 عرض دولي وطني ودولي بشتى مختلف المظاهر الفرجوية، كملاحم فرجوية وكدونس وورشات تكوينية، وكذلك حتى مجامع ومعارض ولما لا تعبيرات مختلفة. عنا صور هذه منين بالضبط ذكرني؟ هذه من المهرجان. هذه من المهرجان في الدورة الدورة الثالثة، هذه في الدورة الثانية في بشني، وثم الدورة الثالثة في نويل اللي هم قرى قريبة من بعضهم. ثم في ماي هو هذا قاتل هذا في ماي، لأننا نستغله طبعا عامل الطبيعة، عامل الطبيعة في الصيف جنوب سخون برش، فالربيع والخريف هو أفضل الطقس بالنسبة للجنوب التونسي حتى لدفع السياحة وحتى الجالية التونسية العايشة بالخارج أنها تجي وتواكب. خلينا نرجعوا بالصورة ونرجعوا زادة معاك للأحداث هذه، للحضور، للمشاركة، التفاعل اللي قاعدة نشوف، معناتها فما اهتمام معناتها بالتفاصيل أيضا، معناتها قاعدين تخدموا كل مرة تحاولوا تطوروا أكثر، تحاولوا تجلبوا أكثر ما يمكن الناس يكونوا موجودين. ما عندكم السيب المعين أنتم يظهر ماذا بكم؟ لا هو السيب بتاعنا المسرح، ولكن المسرح هو بيان سيغ نحكي في الأعمار هنا في الأعمار. لا هو أن نتعاملوا مع كل الأعمار كما تشوفوا في الزيماج، عروض صباحية للأطفال، عروض شبابية يعني وحتى العائلات مساء ولا بعد العصر، ثم في الليل العروض الفرجوية الكبرى، وعندنا 6 فضاءات نعرضوا فيها. الإقبال بطبيعة الحال لما يقول قرى نائية، هذوما ناس متعطشة للعمل الثقافي وحتى للفرجة، وأصبحت القرى تتنافس في كل عام، تتنافس من أجل استقبال هذا المهرجان. فقررنا أن نخرج للجمهور ونمشوا، والجمهور هو اللي يطلب المسرح. ما يخفاش أن وهذا ديما حتى نكتب فيه يعني في رؤية المسرحية يعني في التدوينات، أن المسرح ولا يعيش في غربة وفي ربما عزوف نوعي للجمهور في المدينة، ولينا ساعات نعرضه في قاعات فارغة، بالتالي لابد من إيجاد حلول بديلة أن المسرح يخرج للناس ويمشي لهم ويخدم في الفضاءات ويستغل حتى الفضاءات المفتوحة، وهذه قوة المسرح لأنه هو بدي أصلا مع الناس وخرج من العلبة الإيطالية. فتلاحمنا ونجاح يمكن هوني حافظ يمكن الإشكال كيفاش قلت لي المسرح يمشي للناس، لكن كي باش تهز المسرح للناس فما طريقة أخرى، طريقة باش توصل المعلومة، باش توصل الفكرة اللي تحب عليها بطريقة أخرى تكون تتماشى مع الجمهور الموجود. نعم. تتماشى مع الإطار المكاني والزمان، معناتها فما طريقة أخرى أنت بدك يمكن يكون فيها اكتشاف كمسرح، يكون فما اللقاء إذا المباشر، يكون فما رد صديق حيني معناها، ويكون اكتشاف ليك أيضا فعلا كأنك حاضر. معناتها هي العملية أنه اختيارنا للأعمال اللي باش تشارك، فما برشا أعمال مسرحية ما تصلحش أنها تكون غادي على أساس أنها تحتاج إلى تجهيزات تقنية وما إلى ذلك. نختار أعمال التي تتماشى، ولا يعني أننا يزمنا نختار أعمال شعبوية يعني اللي هو كما المهرجات الصيفية نشوفوا فيها حاليا، لازم تاع مرحة تاع فرحة تاع كذا، يعني نجم تكون تجارية لكن هذا لا يعني أن ما قدموش حاجات اللي هي ترتقي. ثم عروض ذوقية كوريغرافية، الميزة متاع جمهور جالسين أو نوي يحلوا حتى ديارهم لاستقبال الناس هذوما. طبعا عندنا يعني إقامات للضيوفنا الدوليين يعني، لكن الجمهور فعلا يتبنى هذه التظاهرة ويقبل عليها لأنه متعطش لها هو الجمهور، يعني ويتفاعل معها يعني يعيش. وشكر لكل الشركاء، لأن حتى الشركاء متاعنا من مندوبية الشباب والرياضة، مندوبية التربية، مندوبية الشؤون الثقافية، مندوبية الثقافة، حتى وزارة الدفاع دخلوا معنا كشركاء مهمين. هذه صور من كوريا تو، هذه الملتقى الدولي للمسرح بيونجين. الملتقى هذا يعني
كان فرصة اختاروا من وقتش بالضبط. هو صار من 15 إلى 18 جويلية، أي 19 هو يوم سفر واليوم 20 اختاروا، وهذا شرف لنا أن من شمال إفريقيا وحتى من إفريقيا كامل اختاروا النموذج هذا المهرجان متاعنا باش يكون موجود، باش يعرفوا بنجاح هذه التجربة وخصوصية هذه التجربة، وهي فرصة أن نتعرف. شنو اللي يجلبهم في التجربة في حد ذاتها؟ شنو أكثر حاجة جلبتهم في التجربة؟ أكثر حاجة هي تونس سايرك. جذبتهم تونس والمسرح التونسي والطبيعة اللي ما يعرفوهاش، طبيعة الصحراء وطبيعة تونس، لأن تونس ما يعرفوهاش معناتها عموما، يعرفوا شمال إفريقيا يعرفوا العالم العربي، ولكن بالنسبة لهم اكتشاف. ولقائنا كان على مرحلتين، المرحلة الأولى هو مديري المهرجانات الدولية من 5 قارات موجودين، من مقدونيا وصربيا، من الهند، سريلانكا، كذلك من بلغاريا، هذوما اجتمعوا الكل وحاولنا أن نقربوا رؤانا ونتبادلوا حتى التجربة. ثم لقاء الثاني مع هذا كما شفوه تصور توا مع فرق مسرحية كورية، وتعملت كأنها سوق مسرحية، عرضونا أعمالهم لكي نختارها لمهرجاناتنا في البرمجة الجاية. مهم وهذا بقى. مهم جدا، وأغلب على فكرة الصيغة اللي تفهمت أكثر ممكن كلهم شباب، تجارب شبابية مهمة جدا، وهذا فعلا اللي توري أن الدولة وقت ما تعتمد على ثقافتها على القوة الناعمة هذه أنها تروج بالمسرح الثقافة متاعها، وهذا أمر مهم جدا. وباش يكون حسب الاتفاق اللي مضيت غادي مع السيد سون أن تكون كوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة الجاية، وأنها باش تمنح المهرجان عرض كوري باش نختاروهم بعد الاقتراحات. يعني هوني اكتشاف ثقافة أخرى، اكتشاف طريقة تعامل أخرى، أنت عالم آخر. لا هو عالم آخر. يعني الحياة لما تزوري سيول، أنت أول مرة تمشي لها؟ لا أول مرة. أول مرة يعني مغايرة على تونس، مغايرة على بلد الإقامة زي أنت في إيطاليا. لا مختلف تماما، حاجة مغايرة لا تماما. هو عالم مختلف تماما يعني، ومما يحمد لهذا ولا يشكر لهذا البلد أنه في ظرف 40 عام غيروا طريقة حياتهم وأصبحوا من بلدان متقدمة بدون ثروات طبيعية، اعتمدوا على أنفسهم على الذكاء الكوري، وأصبحت التكنولوجيا والسامسونج والهوندا معناتها كل يعني نابعة منهم. يعني كيفاش الإنسان، وهذا ربما من ميزات التونسي على فكرة، كيفاش أنها تعتمد على الإنسان، وهذا أمر مهم جدا. الجانب الهام في المشاركة هذه الكل هو أنه زاد عرجت على المسرح التونسي، عرفت بأيام قرطاج المسرحية، مهم جدا. حتى يعني اتصلت بالأخ منير العرقي المدير الجديد، صحيح، وقلت له ثم العديد، جبت دوسيات يعني تصور مقترحات، لأن كوريا الجنوبية غير موجودة بالبرمجة، وهذا أمر أعتقد المشاركة هي مسألة وطنية بامتياز، مش فقط لأنه المهرجان مهرجان نتكلم كاش على مهرجاني، بل بالعكس أنا أعتقد أن التجربة الكورية لابد أن توصل لتونس من خلال هذه التجارب أخرى، لأنه فيما رؤى وتجارب مهمة جدا أن نفتحوا عليها، وبلد بعيد، ومهم أن نشوفوا تجارب من أمريكا اللاتينية، نشوفوا تجارب يعني ما نبقوش في اشترار نفس التجارب. هذا هو أكيد، هذا هو المهم أكثر. سألوني على تونس، سألوني شنية يعني يعتقدوها فعلا هي لحد الآن إحنا صحراء، قلت لهم لا هو طبيعة هذه معناتها ما تغيرتش الفكرة. هم شوف أي بلد تسأل نسلك على البيرو مثلا، البيرو ولا تشيلي يعني بعيد عليك ربما هي شذرات، لكن يسمعوا بتونس أنها قامت بثورة يعني لأنها كانت حدث عالمي. ولكن في نفس الوقت عرفت بتونس، قلت لهم راهو عنا هو المهرجان خصوصيته في الجنوب التونسي في الصحراء، ولكن عنا أماكن ومدن سياحية مهمة جدا، عندنا طبيعة وعندنا بلد متطور، بلد فعلا يرقى إلى في حياته وفي نمط حياته إلى الجانب الأوروبي مودرن. يعني عندهم فضول كبير ياسر، يحبوا يسلوا على البلد بتاعنا، وإن شاء الله كنا مهم جدا. هذا الدور، هذا هو الدور المثقف في نهاية الأمر، دور الفنان، دور المبدع كي يتنقل البلاد باش يعرف ببلاده باش يعرف فنه ثقافة بلاده، ومهم جدا الكلام اللي مهم زاد أن الدولة الدولة تساهم زاد أنها هي تبعث أولادها باش كل شيء معناتها يعني مهم. هو في تضافر الجهود، واحد وحده من الجميع يعمل حد شيء طبعا، هو يحب ذلك، وكان توا فما تأطير
كثير للحكايه هذه اكثر، وفما تكون فما عمل مشترك معناها من اطراف مختلفه حتى يكون باكثر واحد يكون باكثر اريحيه. احنا كمجتمع مدني وكخواص وكمهرجان نحاول ان نبذل جهدنا، الباقي يبقى ديما على الدولة وعلى الوزارة أن هي كذلك تمشي في المجهود هذا، لأنه مهم جدا هالتبادل الثقافي وهالدبلوماسية الثقافية أنها تتطور، مهمة جدا خاصة تونس حاليا لابد لها أن تنفتح أكثر، حتى رغم حالات التقشف اللي عايشينها، ولكن أعتقد ديما راسخ أني حتى بمعيشتي في إيطاليا رجعت للجنوب التونسي مسقط رأسي، ونحاول كيفاش بالدبلوماسية الثقافية أن نغيره ونساهمه في بناء هالبلاد هذه. أكيد شكرا لك حافظ معاش. نختمو نعرف كونه ديما عندك جديد على مستوى الفني والإبداعي. مؤخرا نهار 1 جويليا قمت بالعرض الأول لعملي، عمل هو مسرحي ضخم من تأليف الأستاذ عز الدين مدني هذا الكاتب الكبير، اسمها أم البلدان، ويتحدث عن تاريخ تونسي في العهد الحفصي، ولكن بإسقاطات وبمقاربة رؤية معاصرة للحال السياسي والاجتماعي والثقافي اللي نشوه. كذلك قاعدين نحضروا كجمعية المهرجان لتأسيس مهرجان آخر، وهو المهرجان الدولي للسينما في الصحراء باش يكون في الجنوب التونسي، ومشاريع للمهاجران كذلك عن العمل اللي مازلنا ندوروا به، عندنا دعوة إلى رومانيا، نجاح للمسرحية، نجاح كبير مهم للمسرحية، نعم بمشاركة الفنانين القديرين صلاح مصدق وجلال الدين السعدي، وكنا ضيوف في البرنامج هذا، كنتوا حاضرين معنا صحيح، باش نكونوا عندنا دعوة في رومانيا إن شاء الله في مهرجان مهم جدا نهار 12 ل 16 سبتمبر، وكذلك مواعيد أخرى دولية، لأن المسرحية هذه بالذات مطلوبة برشا على مستوى دولي. أي. إذا هو شكرا لك حافظ خليفة مخرج مسرحي مقيم بإيطاليا، وتحياتنا زادة للتوينسة الكل مقيمين بإيطاليا. شكرا لك حافظ، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، شكرا لك. باش نمشيو توا الفقرة مصورة وحول الدروس التعليم اللغة العربية مع بورقيبة للغات الحية. مؤسسة معهد بورقيبة للغات الحية هي تحت إشراف جامعة تونس المنار، وتعتبر منارة اللغات بجامعة تونس المنار، وتم إحداث هذه المؤسسة سنة 1964، وتمثل هذه السنة محطة هامة في تاريخ المعهد، إذ نحتفل بستينية إحداث هذه المؤسسة العريقة. خلال الدورة الصيفية لنا دورة خاصة باللغات موجهة إلى العموم، نقبلوا من 15 سنة إلى ما فوق، ولدينا دورة أخرى خاصة بالدورة العربية، استقبلنا هذه الدورة أكثر من 100 طالب من جنسيات مختلفة، نستقبل بطبيعة الحال أبناء الجالية التونسية بالخارج، وتعرفوا أنه الدولة التونسية أعطت اهتمام كبير بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على تعلم اللغة العربية، ولدينا أكثر من 20 تونسي من مقيم بالخارج في خلال هذه الدورة الصيفية. العربية بمعهد بورقيبة تعود على القيام بمثل هذه يعني التظاهرات، وفي منتصف الدورة الصيفية يعني خيرنا أن تكون يعني هذه الحركة تكون التعريف بالأطعمة التونسية، وطبعا ذلك كله ضمن إطار التعريف بالعادات والتقاليد والثقافة التونسية. جت وقت القاء الاعلان على المشاركه في مارس
بالاضافه للتظاهره الثقافيه هذه وما ذكرت زميلتي معناها منذ قليل، فما تظاهرات كما الخط العربي وكما مثلا فما ورشات ان شاء الله معناها قادمه نوليو نحمدوا بها الطلبه، كما ورشه الالقاء ورشه الرسم ورشات غنيه موسيقى اي وثيقه والرقص الشرقي وبرشا انشطه، حتى الطبخ المطبخ التونسي موجود في أجندة مع القسم العربية. أنا عندي برشا، عندي 3 سنين ونص وكنت نخدم في تونس قبل، ومن بعد شاي فكرت أن نحب اللغة من تونس الآخر وعليش لي ما باش ندرس العربية فسحة زادة، دونك توا نأخذ الوقت لندرس الفسحة والتونسي زادة. أنا كنت عايش في تونس دونك نحكي بالناس في الشارع وقرأت شوية في درس زادة وعندي أصدقاء تونسيين زادة دونك نحكي كل الوقت مع الناس. كل صيف أنا وعائلتي نجيو من مكسيك في تونس ونقعدوا هوني خاطر هوني فما العائلة والجو عادة فما عندنا دي برودوي دونك نبحروا ونقعدوا بحث العائلة. أنا واحد جيت هوني للبرقيبة تعلم العربية فصحى، أما في الدار تعلمنا بالكدا قعدنا السنوات هذه كل نحكموا على أننا ندخلوا برودوي الحمد لله الناس الجو والبحر الماكلة. أنا أجاتا وأنا احدى من الطلاب الهولنديين ندرس في معهد بورقيبة بتونس، زرت تونس العاصمة، كنت ايضا في سوسة وكرتاج وفي نهاية الأسبوع سأزروا هذا زاد كان دورنا انه شجعنا تونس بلاد، معناتها الاحساس اللي عندي في معظمهم فما برشا معارض معنا بلاد التونسي، مش كل المعارض يعني التونسي برسك المعارض الكبيره اللي هنا نحسوش في بلاد اخرى، حتى في فرنسا اللي انا مولود فيها ما نحسش نفس الاحساس. اما الديوان كان في وقت من الاوقات خرج من منظومه البلاد هي قعدت في البروفيسيونيل كل المكونات باش يرجع تاع البلاد قوي برشا مهم برشا. انا البروفيسيونيل خاصه تحب شروط صعيبه شويه ماش حاجه في تونس خاصه الكل برا في البروفيسيونيل لونسون معناتها هي موجود وعندك سوسيتي نحب برشا مع الاصل التونسي فما اللغه زاد. وانا ننصحكم لي تجيو في تونس لتدرسوا اللغه العربيه وتعلموا اللهجه التونسيه وتعرفوا على بلادكم وعلى الاكل كل متاع بلادكم. مواصلين وباش نختموا لقانا اليوم بحديثنا على الصناعات التقليديه، ومعنا سي صالح اعمامو رئيس الجامعه الوطنيه للصناعات التقليديه. مرحبا سي صالح. مرحبا بك عشك. مرحبا بك. دونك كي نقولوا الجامعه الوطنيه للصناعات التقليديه الفتره هذه الكل معارض مختلفه، فما مشاركات في عديد من الاماكن بالخارج، في ليون، في باريس، في البرتغال. لو كان نقوموا بحوصله للي عملتوه الفتره اللي تعديت حتى نعرفوا التنقل نتاعكم هذا في مختلف البلدان، شنو هو شعطاك كنتيجه معناها؟ بالضبط. نشكرك على السؤال. بالطبيعه احنا الصناعه التقليديه معروفه في السابق كونه معناتها برودوي بريسك السوق الاساسيه نتاعو هي السوق السياحي. والعشريه اللي تعديت ثم تراجع كبير في نوعيه السائح اللي يجي لتونس في العدد زاد كيف كيف. هذا خلينا معناتها من سنة 2014 خذينا على عاتقنا كجامعة وطنية صناعة تقليدية ان نعاودوا نعاودوا المشاركات نتاع الصناعات التقليدية في المعارض الكبيرة، معارض دولية بالخارج.
وبدينا من عامها وكل عام نطوروا ولينش ولات عندنا سلسله من المعارض كل عام برمجوها. زاد كيف كيف نتعاونوا برشا مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه خاصه لاكتشاف وتشجيع الحرفيين الصغار باش ينجم خاطر المشاركه في المعرض بالخارج معناتها مكلفه برشا يلزم معناتها شويه دعم للشباب الصغير اللي معناتها مازال كيفتح مشروعه ومازال يبدل في الخطوه باش يشوف البرودوي نتاعه وتتفتح له اكثر افاق. ومن وقتها بدينا نشو توصلنا توا مده 3 سنوات انه ولا عندنا برنامج يبدا معناتها من شهر مارس بمعرض ليون ثم معرض باريس في شهر ماي ثم اخر ماي اول جوان معرض بوردو الدولي بعده معرض البرتغال يصير في جوان في الصيف بطبيعته معناتها الناس كل تفتح شويه لا احنا خدمتنا خدمتنا في الصيف ما هو الحرفيين والصناعه التقليديه تتحرك تنشط شويه السوق السياحيه فيخيروا في الصيف يكونوا متواجدين في تونس ثم نرجع نستينفو من مع اول سبتمبر 6 سبتمبر معرض ستراسبورغ الدولي يليه معرض مارسيليا من نهار 20 سبتمبر ل 30 سبتمبر زاد تونس ضيف شرف فيه كما كانت في البرتغال بالضبط ثم عندنا زاد برنامج نتاع معرض برلين في نوفمبر ونختتم كالعادة بأكبر معرض للصناعة التقليدية في العالم اللي ولا عندنا فيه مكان الحمد لله توصلنا انه ولات تونس عندها مكانها الخاص في المعرض هذا هو الارتيجان وينفيرا اللي يتم يصير من نهار 30 حتى نهار 8 ديسمبر والمعرض هذا معرض عملاق جدا قبل كنا متغيبين عليه توفقنا انه الحمد لله ولينا توا عندنا مكاننا الثابت فيه عمناول شاركنا فيه وقع زاد الاعلان من التلفزه الوطنيه انه تونس باش تكون ضيف شرف وحضر معايا وقتها رئيس المعرض اللي هو انطونيو انتليتا وثم سادة تحولت معنا التلفزه الوطنيه وغطات اكبر تظاهره لاكبر تظاهره لتونس بصفه عامه خارج تراب الوطن حيث معناتها عدد مساحه اسطونات ما يقارب 1600 متر والمساحه الجمليه معناتها بالطرقات اللي بناتها تقريبا في حدود 3000 متر فكانت معناتها مشاركه عملاقه جدا تونس عملتها ضيف شرف وعلى النجاح هذاك نجاح الباهر وجاء السيد وزير السياحه هو اللي افتتح المعرض الكل انطلاقا من الجناح التونسي كانت عنده امباكت احنا كي نخدموا مش الصناعه التقليديه فقط نخدموا الوجهه التونسيه اكيد نخدموا الوجهه التونسيه وكانت ناجحه جدا عندنا توا وليت على ضوء النجاح هذاك البرتغال خذتنا كضيف شرف عام السنه وكانت مشاركه طيبه شاركنا احنا والديوان الوطني للصناعه التقليديه في شهر جوان الفارط وكانت مشاركه متميزه جدا وبالمناسبه نتقدم معناتها بالشكر لسعاده سفير تونس بالبرتغال اللي سهل لنا برشا امور غادي وعاوننا بالكدا كيف عندنا الكاميرون ان شاء الله الاسبوع القادم تونس كيف طلبت انها تكون تونس ضيف شرف في معرض الكاميرون معرض مارسيليا زاد طلب انها تكون تونس ضيف شرف برشا معارض معناها الحمد لله هي بالضبط سي صالح المشاركات هذه توا معناتها واحد كي تكثر المشاركات والحمد لله يا ربي يولي واحد يخمم في التفاصيل اكثر بالضبط وانا هوني سالتك مقبله قلت لك كيفاش يتم اختيار الحرفيين اللي باش يشاركوا تو نعرف تبارك الله احنا السوق نتاعنا كبيره وبرشا ناس الصناعات التقليديه فما اللي ياخذها كجانب احتراف وفما اللي ياخذها ك ولا حرفه دونك انتم كيفاش باش يعني المشاركين تكون فما مقاييس معينه تخدموا ربما على توسيع تخرجوا ماك المنتوج العادي اللي نعرفوه احنا في تونس وتحاولوا تخدموا على صوره اخرى مغايره بالضبط احنا حتى اللي نكتشفوه هاوي نحاولوا ردوه معناتها محترف في قطاع الصناعه التقليديه وكلامك صحيح برشا هوات نلقاهم متواجدين وهي البيبينير الكبيره اللي تبين لنا هو صالون الوطن للصناعه التقليديه لازم كل عام تكتشف فيه جديد وتلقى فيه جديد المقاييس شنية احنا ثم برودويات اثبتت روحها بحكم سنوات المتكررة اللي هم مش برشا 3 برودوي اللي هو الفخار وبوادو ليفي والفوطة هذا ما يكفيش احنا مشينا على اساس نحبوا عنا نعرفوا رينا الثراء الكبيرة اللي عنا في بلادنا والشباب معناتها المحاولات الطيارة معناتها محاولات كبيرة برشا يعملوا فيها ومجهودات كبيرة في الابتكار واحنا صالون الخراني صالون الابتكار في الصناعه التقليديه والهدف نتاعو باش يعرف بالشباب والمبتكرين وهذاك الدوره 40 معناتها
فهذه الغاية علاش مع الديوان تكملنا مع ديوان الوطن صناعة التقليدية لتشجيع صناعة أخرى تخرج كيما البرودوي كوزميتيك وكي راهن عليه. كيفاش يدخل الديوان بالضبط؟ الديوان شنو خاطر المعارضة ذي ما يخفى على حد انها مكلفة سواء في اقتناء الجناح او في السكن او في التنقل تنقل البضاعة كيف كيف. يدعمكم ماديا؟ الديوان يدعمك الصغار الحرفيين الصغار اللي نختاروهم ونشجعوهم باش ونجحت العملية. مثلا ناخذ على سبيل المثال الحلويات التقليدية ولا عندها مكان النوقة والحلقوم وهذاك عنده زادة ولا مكان كبير برشا ونجاح ولاحظناه. الفحات لي زيبيس نتاعنا كل شيء بالضبط ولات زاد عندها اسم والحمد لله. الالياف النباتيه خشب النخيل البيجو العديد عديد برشا عديد المنتجات الرخام الى الجوده والجوده وتكون فما الفكره الاوريجينال معناتها الابتكار والجوده هذا اهم حاجه معناها بالضبط. وسعينا ديما للمتميزين انهم ثم برشا اللي ياخذوا جوائز خاصه الشباب اللي يتميزوا ياخذوا جوائز حبينا انهم ديما يفتحوا لهم مجال باش تتحل قدامهم الابواب ان شاء الله. شكرا لك سي صلاح يعطيك الصحه ان شاء الله موفق وان شاء الله بالنجاح. شكرا زيدا نقولها لكل الساده المشاهدين اللي رافقونا اليوم في اهلا تونس. الموعد الاسبوع القادم يتجدد ان شاء الله مع زميلتي ألفة ساحلي.